لغاية ما اطمن تسجيل شغال، واكيد بيشتغل ثواني قبل ما انا بتكلم، بس بطمن ان هو يقول لي الاول ان هو بيسجل، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. انا المحاضرة اللي فاتت، ومريم مشكورة سألتني، قالت لي يا دكتور هيبقى اخر اسبوع. المشكلة حصلت ان انا كنت عامل سكادولينج للقصه كلها على اساس ان احنا مكملين 15 اسبوع حسب الكالندر، كان امتحاناتها تبتدي اظن يوم 4 حاجه كده. لما الجدول نزل انا ما ركزتش قوي بصراحه، بس لما ابتديت اركز لقيت ان الجدول مبتدي الامتحان الاسبوع الجاي. فحتى مريم سالتني فرديت عليها قلت لها يا مريم انا هديكوا حاجه بسيطه قوي كده، بس لازم اعرفكم يعني ايه كومبايند ستريسز وبرنسبال ستريسز، واللي هجيبه لو جبته هيبقى اللي هو مجرد قانون بنطبق فيه نعرف ان انتوا عارفين يعني ايه كومبايند او برنسبال ستريسز، مش اكتر من كده. واعتقد برضو في ناس سالت مهندس اوليفر، حتى كنت بتكلم معاه امبارح، قال لي انا قلت لهم لو دكتور بهاء بيحبكم يجيب لكم المساله دي، لان هم 3 درجات مضمونين ولا 4 درجات مضمونين، يعني مجرد انا بديك القانون وانت بتعوض فيه، وبالتالي يعني الموضوع مش محتاج عبقريه يعني. تمام، فده كده مبدئيا عشان بس نطمئن نفسيا ان اللي هيجي في الامتحان هتبقى مجرد تعويض مباشر في قانون انا مديه، مش اكتر من كده. بس عايز اطمن انك فاهم يعني ايه برنسبال ستريسز، مش اكتر من كده، عشان نغطي الايتم ده. لو انا لغيته كله من الامتحان، وده سهل جدا ان انا اعمله، اقول مش هجيب كومباين في الامتحان، نمره واحد، والله العظيم انا بجاملكم، لانها بتبقى حاجه مضمونه جدا ومجرد تعويض مباشر في القانون، فهم درجات مضمونه اكتر من اي مساله تانية. نمره اتنين، مش هتفتحوه، لا انا عايزكم على الاقل الطالب اللي عندي اللي خلص الكورس معايا يبقى عارف يعني ايه برنسبال ستريسز، اوكي، اللي هي بنبتديها بكلمه كومبايند ستريسز. نعمل الشير بتاعنا، تمام. اهو مش محتاج اعتقد اقول ان شايفين الشير، بس هقول شايفين الشير. يا دكتور تمام، شكرا جزيلا. القصة كلها ايه بمنتهى البساطة، احنا تعودنا لو عندي كاميرا بقطع عمودي على محورها، ويبقى بالتالي النورمال فورس القوة العمودية على المقطع او القوة اللي في اتجاه المحور، مش كده؟ يبقى النورمال ستريس هو الاستريسز العمودية على المقطع، هو اسمها الاجهادات العموديه، عموديه على مين؟ على المقطع، اوكي. ومش هنا مش هقدر اقول بقى الاجهادات اللي في اتجاه المحور، ما فيش حاجه اسمها اجهادات في اتجاه المحور، انا بقول نورمال فورس هو القوه العموديه على المقطع، يعني القوه اللي في اتجاه المحور، ماشي، ما فيش خلاف، لكن اجهادات عموديه خلاص خلصت، يبقى انا بتكلم دايما على الكروس سيكشن، اوكي. لو عندي عمود انا دايما باخد فيه مقطع افقي وبجيب النورمال ستريس، هنا النورمال ستريس بقى قوة عمودية على المقطع في اتجاه المحور، يعني قوة رأسية، يبقى أنا كده بجيب نورمال ستريس في اتجاه الواي، اف واي. بجيب النورمال ستريس، نفس الكلام في الشير ستريس. في الكاميرا هيبقى الشير فورس قوة موازية للمقطع عمودية على المحور، يعني قوة رأسية، وهيبقى الشير ستريس هو الستريس الموازي للمقطع. يعني هيبقى الشير رأسي. العكس في العمود. القوة العمودية على المحور، القوة الموازية للمقطع هي قوة أفقية، يبقى عندي شير أفقي موازي للأفق. طيب، يبقى احنا دايما بنشتغل يا إما على مستوى رأسي يا إما على مستوى أفقي. طب ليه ما بنشتغلش على أي مستوى تاني؟ واحنا الهدف إيه أصلا من إيجاد الاستريسز؟ الهدف من إيجاد الاستريسز إن أنا أجيب أكبر استريس عندي أنا، فبختار القطاع اللي عليه اكبر ستريننج اكشنز، احسب النقط اللي عندها ماكسيمم ومينيمم ستريسز، لازم القيم اللي عندي ما تزيدش عن المسموح به الالاوبل ستريس. ايه هو الالاوبل ستريس؟ اجهاد الكسر بتاع الماده، السترينث اوف ماتيريال، ده بيعتمد على نوع الماده المستخدمه، متاخد فيه معامل امان. مين اللي بيحدد الالاوبل ستريس؟ المواصفات المصريه، الايجيبشن كود. فانا اكبر ستريسز عندي، وهنا ما بيبقاش قطاع واحد، انا بعمل تشيك على اكتر من قطاع. لكن لما جينا على كاميرا سيمبل بيم عليها ديستريبيوتد لود المومنت دبليو سكوير على 8، خلاص القطاع اللي في نص الكاميرا هو اللي عليه اكبر مومنت، ما فيش نورمال، ما فيش شير،
انا اسف مفيش نورمال فورس ولا ام واي فسمينا قلنا خلاص هو ده الكريتيكال سيكشن. انما لو عندي فريم هضطر اشيك على اكتر من سيكشن، قطاع عليه نورمال كبير ومومنت صغير، قطاع عليه مومنت كبير ونورمال صغير، القطاع اللي عليه ماكسيمم مومنت اساسا الشير عليه بصفر، فمش هو ده القطاع اللي بشيك منه على الشير ستريس. انا دايما بدور على الماكسيمم شير فورس وبعدين احسب الماكسيمم شير ستريس في القطاع، يبقى اول خطوه انا بدور على الماكسيمم ستريننج اكشنز. تاني خطوه باخد القطاع بتاعي وادور عند على النقط اللي عندها اكبر اجهادات اكستريم فاليوز. بعد كده لازم اكبر اجهاد عندي اللي هو هيبقى اكبر اجهاد عند اكبر قطاع عند اكبر نقطه ما يعديش اللي مسموح لي الالاوبل ستريس. ده اللي انا ابتديت بيه الكورس، بس للاسف مش انا اللي اديت الكورس. لو فتحت محاضرتي مش انا اللي ابتديت الكورس، لو فتحت محاضرتي الاولى وانا منزل كل محاضراتي البي دي اف فايل حتى على الاقل تقدروا تستفيدوا بالمسائل المحلوله اللي فيها، هتلاقوني ده الانترودكشن اللي انا بعمله للكورس. لو رجعتوا لاول محاضره للدكتور محمود حسن هتلاقيه قال نفس الكلام ده، ان انا بتعلم وانا بحسب ستريسز ليه؟ لا انا مش بحسب ستريسز كده لوجه الله، لا عشان اكبر ستريس عندي ما يزيدش عن اللي مسموح لي اللي هو اجهاد الكسر متاخد فيه معامل امان، ومش انا اللي بحدد معامل الامان. اجهاد الكسر بيتحدد من معمل ماتيريال باختبارات ستاندرد، اختبارات قياسيه باللغه العربيه، العينه بتبقى عينه اسمها عينه قياسيه، كل اختبار له عينه شكل. والمواصفات بتحدد لي الماكسيمم ستريس اللي انا ما عديهوش الالاوبل ستريس اللي هو اجهاد الكسر متاخد فيه معامل امان. بناء عليه بنعمل حاجتين، الديزاين ان انا بيبقى عندي ممكن تكون الاريا هي اللي مجهوله، يعني لو قلت بصوره بسيطه اف بيساوي ان على ايه، انا عارف الاف ده بيعتمد على نوع الماده النورمال ستريس وعارف النورمال فورس اللي عندي، يبقى المجهول عندي هو الاريا. يبقى انا اقدر اقول العمود ده 60 سنتي في 25 سنتي، الكاميرا دي 80 سنتي في 25 سنتي وهكذا. ده بنسميه ديزاين، بس دايما الديزاين بيصحبه تشيك اوف ستريسز. لان في قطاع انا واثق ان عنده ماكسيمم ستريس، لكن في قطاعات اخرى او 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 منشات اخرى انا مش واثق فين الماكسيمم، فبضطر ان انا اعمل تشيك على قطاعات اخرى. الكلام ده هتعمله في الخرسانه، هتعمله في الستيل، هتعمله في الفاونديشن. دايما بنصمم قطاع وبعدين نعمل تشيك على اللي انا محتمل ان فيها ستريسز تزيد عن اللي انا حسبتها. لو انا واثق ان القطاع ده هو اللي عنده اكبر ستريننج اكشن وهو عنده اكبر ستريسز، خلاص هو القطاع ده اللي بصممه والباقي اكوردنجلي. ده بمنتهى البساطه شغلتنا في الهندسه المدنيه. ده شغلتنا في الهندسه المدنيه. بحسب وبعدين اخش على التصميم. انا بتاع ستراكشر، انا بقف عند حساب الاستريسز، يبقى انا بعلمك تحسب انترنال فورسز وعلمها. هتقولي طب والسنه الجايه هتديني ايه؟ ما انت خلاص علمتني. لا يا فندم، احنا السنه دي شغالين ستاتيكالي ديتيرمين، السنه الجايه هنشتغل ستاتيكالي ان ديتيرمين، وهنتعلم نحسب الديفورميشنز الديسبليسمنتس اللي بتحصل. اي منشأة هحمله نقطة هتنزل لتحت اللي في النص، هتنزل مسافة قد ايه؟ نتعلم نحسبها اللي هو الديفليكشن، او ان جنرال اللي هي الديسبليسمنتس او الديفورميشن، التشكلات اللي بتحصل للمنشأة. هتعلم احل المنشآت الاندترمنت، ازاي اجيب رياكشن لمنشأ اندترمنت هو ستاتيكال اندترمنت، يبقى انا كمان هتعلم احل. في طرق كثيرة جدا لحل الاندترمنت. ابلكيشنز مختلفة هتاخدوها. يبقى الاستراكشر بعد كده اقدر امشيه بارلل للخرسانه والستيل. ليه؟ لانك الاستراكشر اللي خدته في سنه اولى هيمشيك في خرسانه سنه ثانيه وستيل سنه ثانيه، واللي انت هتاخده في استراكشر ثانيه هتحتاجه في خرسانه ثالثه وهكذا. سنه اولى اقدر اديك استراكشر فقط، ما ينفعش اديك ماده ديزاين. عمر ما في اي ده جامعه القاهره بيبتدي الديزاين في سنه ثالثه، احنا بنبتدي في سنه ثانيه في هندسه عين شمس. جامعه القاهره بياخد الاول الطالب سنتين استراكشر وبعدين يبتدي يصمم، ياخدوا خرسانه وستيل وفاونديشن ابتداء من سنه ثالثه. احنا عندنا السيستم لا،
اكتر شويه حمل الخرسانه والستيل اكتر شويه من جامعه القاهره، بيبتدي بدري شويه. بس بتبقى قصه ايه بقى ببساطه؟ ان انا الاستراكشر اللي انت خدته في سنه اولى هتحتاجه في الديزاين في سنه ثانيه، الاستراكشر اللي انت هتاخده في سنه ثانيه هتحتاجه في الديزاين في سنه ثالثه، وهكذا، اللي انت هتاخده في ثالثه هتحتاجه في رابعه. يوم يبقى انا ماشي دلوقتي ان بارلل مع الخرسانه، ودايما انا سابقها بسنه او بترم على الاقل اضعف الايمان. هكذا الكورسز عندنا مصممه، سواء كنا مين ستريم او دلوقتي احنا برامج تخصصيه. يبقى اللي انا بقوله ده عشان تفهموا احنا بنهبب ايه. واللي مطلوب من حضرتك انك تتعلم، مش انك تحفظ مسائل وتخش تمتحن، لانك وانت في سنه رابعه هتحتاج استراكشر اولى. لو انت حافظ مش فاهم انت بتهبب ايه، احنا ما بنعملش حاجه في حياتنا خالص، بنطبق معادلات الاتزان، مجموع القوى في اي اتجاه متعامدين بيساوي صفر، مجموع العزوم حوالين اي نقطه للشكل كله بيساوي صفر، طالما المنشا متزن، مجموع العزوم حوالين اي مفصله من ناحيه واحده بيساوي صفر. ده المعادلات الاتزان اللي انا بستخدمها في ايجاد ردود الافعال. نمبر 1. بعد كده بقطع واجمع من ناحيه واحده، القوى العموديه على المقطع دي النورمال فورس، القوة الموازية للمقطع ده الشيرنج فورس، قوة في مسافة العزم من جهة واحدة فقط، من الجهة الأخرى لازم يبقى قده وعكسه، من الجهة الأخرى يمين وشمال فوق وتحت شمال غربي وجنوب شرقي أي حاجة يا باشا، المهم من الجهة الأخرى لازم قد، عشان لما أقفل الشكل إكس تضيع إكس واي يضيع واي، مومنت يضيع مومنت، أرجع للوضع الأصلي. أنا بحسب القوة الداخلية، والقوة الداخلية لا تظهر إلا إذا قطعت. ما قطعتش القوة هتفضل داخلية، واحسب من جهة واحدة فقط، هاخد الكروس سيكشن اللي انا قطعته بالفورسز اللي عليه اللي احنا سميناها ستريننج اكشنز عشان احسب الاستريسز. ايه هي الاستريسز؟ نورمال ستريس اتعلمنا نحسبه، وتعلمنا نحسب اف 1 واف 2 وخلافه. شيرنج ستريسز اتعلمنا نحسبه ديو تو كيو اكس وكيو واي، ديو تو ان تورشن، شير في الريفتس، ريفتد كونكشنز، وتعلمنا كمان نحسب شير ديو تو تورشن. يبقى انا كده غطيت السته ستريننج اكشن، ثلاثه في قانون النورمال ستريس والثلاثه بيخشوا في القانون. الشيرنج ستريس للاسف كل واحد بستخدم قانون مختلف، حتى كيو اكس والكيو واي بحسب كيو اكس لوحده والكيو واي لوحده الا في حاله الدايره. ممكن احسب كيو اكس وكاميرا، لكن الام تورشن دايما بيتحسب لوحده اللي هو الشير ستريس ديوتو ام تورشن. طيب تعالى بقى نتكلم، لو انا عندي كاميرا افقيه النورمال قوه افقيه، لو انا عندي عمود النورمال قوه رأسية، طب لو انا عندي كاميرا مايله هيبقى النورمال مركبه القوى الافقيه والقوى الراسيه في اتجاه المحور او عمودي على المقطع، والشير العكس هيبقى محصله المركبات في اتجاه عمودي على المحور او اتجاه موازي المقطع. هو ده تعريف الشير فورس، وبالتالي هو ده تعريف الشير ستريس. عمودي على المقطع ده النورمال ستريس، موازي للمقطع ده الشير ستريس. هاي يبقى انا لو عندي مستوى تاني مايل هلاقي ان انا مضطر احلل النورمال ستريس والشير ستريس مره في اتجاه المستوى المايل، يبقى ده الشير ستريس وعمودي على المستوى المايل. مين قال لي ان مفيش مستوى تاني الستريس هتبقى عليه اكبر من اللي انا حسبتها؟ يبقى لازم اتاكد. اتاكد ازاي؟ هحلل. اوكي، ادي فكره الكومباين. انا هعمل كومباينيشن ما بين النورمال ستريس والشير ستريس على مستوى اخر يميل باي زاويه. لو هرجع الخص اللي انا قلته كله، اللي انا رسمه ده نقطه، اللي انا رسمه ده انفينيتيزمال اليمنت، عنصر متناهي الصغر، هكذا بيترجموه. يعني ايه متناهي الصغر؟ يعني ابعاده لو انا سميتها دي اكس ودي واي هي ديستنس تنز تو زيرو. أنا مدارس عربي عشان بس ما حدش يفتكر إن أنا بتنطط، بس لازم أنت تعرف الإنجليزي ولازم تنطقه صح، على الأقل الساينتفك، على الأقل الساينتفك إنجلش. ها؟ تبقى عارف يعني إيه تنس تو زيرو. ما تزودش فاولز، ما تزودش حروف متحركة، وما تنقصش حروف متحركة من الكلمة. وتتنطق الحروف صح، البي بي والبي بي. ما فيش حاجة اسمها تقيلة وخفيفة الله يرضى عليكم، هي بي وبي. بي فور بن، بي فور بوك. البي بي والبي بي. واحنا بنعكسهم في العربي، يعني معنى كده ان احنا بنعرف ننطق.
لا المصريين في الهندسه يعكسوا البي بي والبي بي، يعني انت بتعرف تنطق الاثنين، طب ليه بتعكسهم؟ ما تقولهم عدل probability، ما تقولها عدل شيزون probability يعني، ولا نيكست ولا سبايكي، نتعلم ننطق صح لان ده واجهتك. دي اول حاجه وانت بتتكلم هتدي امبريشن. انت مش بتشتغل مهندس بس، انت بتشتغل مهندس وبتتعامل مع رئيسك وبتتعامل مع العامل بتاعك وبتتعامل مع الزبون، اهم حاجه اللي بيدفع الفلوس، سواء انت صاحب الشركه او انت بتشتغل في الشركه، انت واجهه. واحد دافع 2 مليون عشان يبني فيلا ولا 3 مليون وحضرتك بتقول له بروبابيليتي وسبايكي، ما هيمشي، هيقول لك سلام عليكم، ده حتى مش عارف ينطق اسمه. فسو سيمبل الموضوع، بس نتعب شويه، احنا مش عايزين نتعب في اي حاجه، نتعب شويه. بمنتهى البساطه انا رسمت اليمنت متناهي الصغر يقول الى الصفر، اللي هي بالنسبه لي انا في الاستراكشر اتس بوينت، يعني دي نقطه على القطاع، احنا بس رسمنا از ان انفينيتيزمال اليمنت. فانا عملت ايه؟ عندي الهوريزونتال بلين اهو، وعندي الفيرتيكال بلين اهو، ده مستوى، يعني دي ليها تقسيمه كده. انا ساعات كنت برسمها مجسمه بس ما رضيتش. اوكي، كان ده حاجه في الفراغ، كانه فالسطح ده ده هيبقى عليه اف اكس، والسطح ده هيبقى عليه اف واي اللي انا مهشره بالعكس. اوكي، وبعدين موازي للسطح كيو واي الراسي وموازي للسطح الافقي كيو اكس، لاجا دي تحت الشمس. النورمال ستريس احنا بنديله رمز اف، في بعض الكتب وبعض الدول بتديله رمز سيجما، يبقى لو شفت سيجما انت عارف ان ده نورمال ستريس، انت عارف ان ده نورمال ستريس. ما تقلقوش، انا هبدل الكرسي اللي انا قاعد عليه ماشي، فما تقلقوش خالص. عشان الكرسي فيه حركه كده قلقاني، عايز اسند ظهري وانا اعصابي هاديه. تمام، عدنا. فكلمه او رمز السيجما اللي هي اس بالجريجي باليوناني از سيمبل، هتلاقيها موجوده في الورد بروسيسنج، يا اما تبع اللي هو اليوناني جريك او هتلاقيها تبع سيمبلز الرموز. سيجما هو الاس، ودايما هتلاقي اتنين، سيجما كابيتال هي السيجما اللي حضرتك بتستخدمها في التكامل او في السميشن بصفه عامه، والاس سمول هي السيجما اللي بيستخدموها في الاستريس. دي كلها حاجات بسيطه جدا يعني بتتكرر قدامك، بس دايما محدش عايز يتعب نفسه، احنا كل ماده بيطلع لنا اجيال مريحه دماغها، مش عايزين يعرفوا مش عايزين يفهموا، انا عاوز انجح واتخرج، انا مش جاي اتعلم انا جاي انجح، يقوم كل سعيه ان هو ينجح، يقوم يحفظ مسائل، يقوم يذاكر ليله الامتحان، ولما ينجح يقول تمام الحمد لله انا كده فله. لا يا فندم، حضرتك جاي تتعلم في الكليه، السايد افكت بتاع التعلم انك تجيب تقدير في الامتحان، لو اتعلمت كويس هتطلع مهندس كويس، والمفروض اوتوماتيكالي انك تعمل كويس في الامتحان. التقدير ايه بقى؟ ده بيعتمد من شخص لشخص. اكيد التنشن بندي له اشاره موجبه، مفيش جديد، في جديد تحت الشمس؟ يعني انا قلت معلومه جديده دلوقتي ان التنشن بياخد موجب؟ يبقى انا لو عندي تنشن زي ما هو مرسوم هدي له اشاره بوز، لو عندي كومبريشن هدي له اشاره نيجاتيف، يبقى باخد بالي وانا بعوض في القوانين، انا عارف ان البوزيتيف ان التنشن ياخد بوزيتيف والكومبريشن ياخد نيجاتيف. هل دي معلومه جديده؟ ما اعتقدش. تمام، شيرنج ستريس طبعا لو جديده تبقى مصيبه، يعني انا بهزر. شيرنج ستريسز بندي له رمز كيو سمول. ساعات يعني في بعض الناس يعني انا شفت كتب بيدوا له رمز في، الفي دي جايه منين؟ والله ما اعرف، هما بيدوا له رمز في خلاص، في الشير ستريس او الشير فورس بيدوا له رمز في، ممكن او ادي له رمز اس بالانجليزي على اساس اختصار شي الشير يعني، انما الرمز اللي احنا بنستخدمه في الكليه الكيو سمول ده الشير ستريس، كيو كابيتال ده الشير فورس، دي الرموز اللي احنا بنستخدمها في الكليه. انا قلت ايه؟ كلوك وايز دايركشن از بوزيتيف،
دي ممكن تحسسك ان ده كلام جديد، لا ده كلام مش جديد. احنا قلنا ايه اللي موجب؟ اللي هو شمال وطالع يمين ونازل، كنا عملنا كده، ده الشير الموجب. شمال وطالع يمين ونازل يبقى بيلف مع عقارب الساعة. أسهل لنا يعني واحنا بنرسم الانترنال فورسز كنا بنبقى مركزين مع شوية، لكن وأنا بتكلم دلوقتي على الاستريسز أو بصفة عامة كده مدى الحياة. مع عقارب الساعة مش هتروح من دماغك أبدا. لأنه شمال وطالع يمين ونازل ده هيعمل كابل بيلف مع عقارب الساعة. اتفقنا في الشير فلو ان مشكلة الثين وول سيكشن لازم يتولد كيو اكس بتلف عكس الكيو واي، زي ما انا عامل في النقطة اللي قدامنا، لازم يتولد كيو اكس بيلف عكس الكيو واي، لازم، والا هيحصل انستابيليتي للنقطة دي للاليمنت ده. عشان كده المشكله حصلت في الثين وول سيكشن، انه لو ده ثيك وول سيكشن تخين كان هيتولد شير مثلا ناتج عن الفريكشن مثلا، انما في القطاع الرفيع جدا الاليمنت ما فيش فريكشن كفايه، فالاليمنت لف اليمنت لف في اليمنت لف فتولد ام تورشن على القطاع. عشان كده قلنا الام تورشن الناتج عن الشير فلو ما بيحصلش الا في الثين وول سيكشن اللي هي تخانتها قليله بالنسبه لابعادها. ده تعريف الثين وول سيكشن، التخانه ممكن تبقى 60 سم بس لو العرض 3 متر يبقى 60 سم ده ثين بالنسبه لل 3 متر وهكذا. القصه مش 10 سم ولا 1 سم، 10 سم بالنسبه لايه البعد الثاني، 1 سم بالنسبه لايه. طب كل قطاعات الحديد هي ثين وول سيكشن باي ديفينيشن. ممكن يبقى عندي قطاع خرسانه ثين وول، بيتعمل اي بيمز خرسانه، بيتعمل شانلز خرسانه، ومعظمها بيتصب في مصنع مش في موقع، ويبقى ثين وول سيكشن وابعاده ضخمه جدا والتخانات كبيره، بس تخانه بالنسبه لطول او ارتفاع او عرض القطاع بتاعي صغيره. مين بقى اللي بيحدد صغيره ولا كبيره؟ كود المواصفات، مش انا اللي بحدد اي حاجه. يبقى كمان لازم اكون فاهم ان لازم يتولد كيو اكس قد الكيو واي وعكسه. هنا الناقص مش معناها ان كيو واي هو اللي ناقص او لا لا، معناها ان لازم الاثنين يبقوا عكس بعض. يعني لو كيو واي موجب هيبقى كيو اكس سالب، لو الكيو واي سالب هيبقى الكيو اكس موجب. لازم يتولد شير عشان يحصل استابيليتي للاليمنت او للنقطه دي دايما. يبقى انا دايما عندي ايه؟ نورمال ستريس ان وام اكس وام واي بيجيبوا لي نورمال واحد بس ستريس. الكيو اكس والكيو واي والكيو دي تو تورشن بيجيبوا لي كيو هاي واحده بس. بس بحطها لو هي كيو واي بحطها كيو واي، ولازم احط كيو اكس بيلف عكسها. يعني لو عندي كاميرا انا جبت كيو واي احط كيو اكس قدها وعكسها لازم. انما النورمال ستريس يا ضغط يا شد، النورمال ستريس في الاتجاه الثاني يا شد يا ضغط، وهي افايه واحده بس من ان والام اكس والام واي. ده ديفينيشنز لحاجات انت عارفها، بس انا بفهمك ايه هو اللي قدامنا ده. عندنا حاجتين بيتحسبوا، اول واحده اللي هو كومبايند ستريسز ات A level inclined with an angle alpha with the horizontal plane. دي بالظبط كأن عندي كاميرا مايلة. عايز عندي كاميرا مايلة عليها قوة رأسية وقوة أفقية، عايز أجيب النورمال، هحلل الاثنين في اتجاه عمودي على المايل، في اتجاه المحور يعني، في اتجاه عمودي على المقطع، في اتجاه المحور. عايز أجيب الشير أحلل القوة الأفقية والقوة الرأسية لقوة موازية للمقطع يعني عمودية على المحور. هو ده نفس الكلام اللي انا عايزه. انا عندي هنا اف اكس واف واي وكيو اكس وكيو واي، عايز احللهم كلهم مره عمودي على المستوى المائل يبقى ده النورمال ستريس، ومره في اتجاه المستوى المائل. يقعد بقى الدكتور يحلل ويختصر ويظبط ويقعد يجيب علاقه بين اف بزاويه الفا وزاويه 2 الفا عشان في الاخر تيجي قانون
هو مش قانون يعني، بس بيسموه قانون اللي هو اصغر حاجه ممكنه اهو، ده اصغر حاجه ممكنه. يعني كوسين 2 الفا وسين 2 الفا دول ظهروا ليه؟ عشان بيبقى عندك حاجات عايز تجمعها على بعضها، وانت عارف اللي هي العلاقات بقى اللي هي مش عارف سين 2 الفا بيساوي 2 سين مش عارف ايه، والكوسين 2 الفا ليها ثلاث صور، سين سكوير زائد كوسين سكوير مش عارف. والله ما فاكرهم، لو احتجتهم هروح افتح كتاب ماثيماتيك واجيبهم، موجودين كلهم في الكتب وفي كل حته. فالمعادله بسيطه جدا، بتقول لي اف واي زائد اف اكس على الاثنين زائد الاف واي ناقص الاف اكس على الاثنين كوساين 2 الفا زائد الكيو ساين 2 الفا. خد بالك هنا ان عندي 2 كيو والاثنين عكس بعض في الاشاره، فلازم تكون فاهم ان القانون ده انا واخد اشاره الكيو واي، يعني انا اخترت القانون اللي فيه اشاره الكيو واي. ممكن تلاقي نفس القانون ده باشارات ثانيه هو مسمي مسميات ثانيه، ممكن يكون هو شغال بالكيو اكس، ممكن يكون واخد الزاويه مع الراسي مش مع الافقي، كل ده موجود في السوق. تلاقي دكتور محترم جدا شغال قصاد ويقول انا باخد الزاويه مع الراس، فيدي قانون الزاويه مع الراس. اختلاف في الاشارات مش اكتر، اختلاف في الاشارات مش اكتر. ما اقدرش اقول للدكتور زميلي لا لازم تاخد زاويه، طب ليه انا مصر اخد زاويه مع الافقي؟ لان انا من ساعه ما اتولدت باخد زاويه مع الافقي ضد عقارب الساعه. والله اربع ارباع ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، بلف ضد عقارب الساعه. بلف ضد عقارب الساعه دايما، ودايما انا بقول الثاني الزاويه دي واي باي دي اكس، يعني انا باخد المقابل على المجاور. يعني انا دايما باخد الزاويه مع الافقي، لو انا خدت الزاويه مع الراسي انا اول واحد هتلخبط. انا كدكتور لو اتلخبطت ولا تفرق معايا، عملت موديل انسر غلط، هكتشف انا بصحح الامتحان انا غلطت. حد هيسقطني مثلا في الكورس عشان عملت موديل انسر غلط؟ ولا حاجه خالص، اعصابي هاديه جدا. يطلع غلط وانا بصحح ببتدي ادور على الورق. على فكره احنا بنبتدي كده، بنبتدي ندور على الورق الطلبه اللي حالين كويس، واروح مطلع لي كده 10 ورقات وابتدي اصححهم عشان اشوف مستوى الناس الكويسه ايه. هتقول لي تعرف منين كويس ولا وحش؟ يا باشا اول صفحه بفتحها ببص على الحل بعرف ده كويس ولا وحش، بس بالنظر. عندنا خبره طويله جدا في التدريس وفي التصحيح. الراجل المنظم اللي مطلع فاينل انسرز اللي هو حساباته المختصر المفيد، مش عمال يملى صفحات وسايب لي نص الصفحه بيضة ودخل في الصفحه اللي بعدها ودخل في الصفحه اللي بعدها. الناس اللي هي داخله الامتحان تعمل ارهاصات دي ببقى عارف كويس قوي ان هو بيعك. انما الراجل المنظم اللي انا عارف ان المفروض المساله دي تاخد نص صفحه الاقيه عاملها في نص صفحه، ده ببتدي اقول اه ده راجل عارف شغله. اول مساله صح انا متوقع ان بقيه المسائل هيبقى شغال فيها كويس زي الفل من اول مساله بنبص عليه. يبقى ان انت تبقى منظم ده معناها واحد انك عارف شغلك، النظام اللي انا بعمله، والنظام اللي انا بعمله مش انا اللي مألفه، انا بنقله لك. طريقه حل المساله، تسلسل الحل، الكتابات، اليونتس اللي بتتحط مع كل رقم، ده مش تأليفي واخراجي، انا مجرد فاعل خير، انا راجل جاي اوصل لك المعلومه. ممكن اكون موصل جيد او موصل سيء، لكن على الاقل عندك البي دي اف فايل في كل حاجه، عندك الموديل انسر بتاع الاساينمنتس في كل التفاصيل اللي حضرتك عايزها. طب دكتور ممكن سؤال؟ قوي تمام. انا باخد اشاره كيو على حسب اللي هي بتلف كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز، صح؟ تمام تمام شكرا. القانون اللي انا مديهولك ده هاخد اشاره مين؟ الكيو واي، ما فيهوش كيو اكس اساسا. يبقى لو كيو واي شمال وطالع يبقى ده شير موجب، لو كيو واي شمال ونازل يبقى ده شير سالب. كده كده رديت عليك كمان؟ مظبوط تمام شكرا. طيب قانون والصوره بتاعه الشير ستريس شبه اللي فوق قوي. خد بالك هو تحليل، فاكرين لما كنا بنحلل كنا بنقول ايه؟ كنت بقول لك الكوساين اتقلب ساين والساين اتقلب كوساين والزائد اتقلب ناقص. هتلاقوني انا ما شرحت لكمش الكاميرات المايله، انا عارف، بس انا هتلاقيني دايما بقول كده وانا بحلل دايما. ما هو اللي هيتحلل في اتجاه في الاتجاه الثاني هيتحلل، يعني لو انا حللت قوه في اتجاه كوساين في الاتجاه الثاني هتحلل ساين، والعكس صحيح.
والقوتين بيتجمعوا مره على بعض وطلعوا مره على بعض. دي فيكتورز بالنسبه لنا، ده فيكتورز، سواء بقى كان نورمال فورس كان ستريس، هو فيكتور في الاخر، ده متجه، متجه. وبالتالي نفس الكلام حللنا وطلعت لنا الصوره دي. اوعى تتلخبط اف الفا يعني اجهاد عمودي، عميد عمودي على مين؟ على المستوى اللي بيميل بزاويه الفا. شفت انا وقعت الاف الفا ازاي؟ عمودي على المستوى. الكيو الفا ده الشير ستريس موازي المستوى. يبقى بحزن لما الاقي الطالب عاكس حاطط النورمال ستريس موازي للمستوى والشير ستريس عمودي على المستوى، يبقى ده ما يعرف وين الله حطه. حتى الترجمه لكلمه نورمال ستريس هو ما يعرفهاش. صدقوا ان انا لما باجي في سنه تانية في معظم الكورسات، لو انا اديت كورس في سنه تانية اقول للطالب يعني ايه نورمال فورس، طلبه كتيره جدا بتجاوبني تقول لي يعني قوه عاديه، نورمال يعني عادي، نورمال يعني عمودي يا باشا. يقول لي انت تقصد يعني اللي هي النورمال فورس. ايوه، امال اقصد ايه؟ منى واحمد. قصة محزنة ان انت مش عمودي. عمودي على مين يا فندم؟ هو اسمها القوى العمودية، اسمه الاجهاد العمودي. عمودي على مين؟ على المقطع. الشير بارالل، بارالل تو مين؟ بارالل تو ذا سيكشن، موازي للمقطع. يبقى لما اجي اوقع الاف اللي هي النورمال ستريس اوقعها عمودي على المستوى اللي انا شغال عليه، لما اجي اوقع الشير ستريس اوقعها موازيه للمستوى اللي انا بقول عليه. طبعا طبعا مش طريقتي ان انا اخلي الناس يحفظوا خالص. انا قلت لك في القطاعات الدائريه احفظ لي قانون الدائره بس، مش كده؟ حتى في البروبرتيز اوف اريا انا دايما بقول للناس يا مستطيل يا دايره، والدايره خد بالك يا سوليد سيركل باي ار اس 4 على 4، يا رينج سيكشن باي ار تكعيب في التي، بينهم الهولو سيكشن باخد الانيرشيا الكبيره ناقص الانيرشيا الصغيره. فانا مش من الناس اللي بيحبوا الطلبه تحفظ قوانين، وبالتالي الاي يو والاي في لو احتجتهم هديك قانونهم، الاف الفا والكي الفا لو احتجتهم هدي لك قانونهم، بس انا كاتبهم ليه؟ انا مش عايز اف الفا، انا عايز اكبر نورمال ستريس. وانا حللت ليه؟ عشان اجيب اف على اي مستوى؟ لا، عشان اجيب الماكسيمم نورمال ستريس. طب والماكسيمم بتاع اي فانكشن بجيبه ازاي؟ بفاضل واساوي بالصفر. يبقى انت لو فاضلت الدي اف باي دي الفا بيساوي صفر هيطلع لك زاويه، بس للاسف مش زاويه واحده، لان الربع الاول زائد على زائد، الربع الثاني زائد على ناقص، الربع الثالث ناقص على ناقص، الربع الرابع ناقص على زائد، مش كده؟ انا عندي لو طلع التان موجب يبقى انا عندي الزاويه يا في الربع الاول يا في الربع الثالث، ناقص على ناقص بزائد. فاكتشوالي لما هيطلع التان موجب انا عندي الزاويتين، واحده بتقابل الاف ماكسيمم والثانيه بتقابل الاف مينيمم. هاخد الزاويه الاولى اعوض بيها هجيب الاف ماكسيمم، هاخد الزاويه الثانيه اعوض بيها اجيب الاف مينيمم. نفس الكلام اقدر اعمله مع الشير ستريس، هفاضل معادله الشير ستريس على مستوى يميل بزاويه الفا، هيطلع لي ثاني زاويتين، عوض بالاولانيه تديني كيو ماكسيمم، عوض بالثانيه تديني كيو مينيمم. بس ما تنساش ان الشير ستريس دايما الكيو في اتجاهين متعامدين دايما بيبقوا قد بعض وعكس بعض، فانا مش محتاج كيو مينيمم لانها بتساوي كيو ماكسيمم. مش مصدقني جرب، لكن انت مش هتجرب حاجه. ليه؟ انت هتاخد الصوره النهائيه على طول اللي هي principal stresses and their planes. احنا الكلمه دي جت لنا امتى قبل كده؟ principal axes. يعني ايه principal axes؟ محورين متعامدين مرين بمركز الثقل، عزم القصور الذاتي حول احدهما اكبر ما يمكن وحول الاخر اقل ما يمكن. يبقى لما اقول principal stresses يعني ايه؟
اكبر نورمال ستريس واصغر نورمال ستريس، اكبر شير ستريس واصغر شير ستريس، ودول قد بعض قيمه ويختلفوا في الاشاره. بس كلمه برينسيبال يعني رئيسي، لما اقول برينسيبال اكسيز وده جمع يعني المحاور الرئيسيه. الانجليزي ما فيهوش مثنى، لكن هما تو بيربنديكولار اكسيز باسنج باي سي جي، ذا مومنت اوف انرشي اباوت ذا فيرست وان از ماكسيمم اند اباوت ذا سكند وان از مينيمم. يبقى هي البرينسيبال، كل ما تذكر كلمه برينسيبال احنا بنتكلم على القيم القصوى الاكستريم فاليوز، اكبر نورمال ستريس واصغر نورمال ستريس، اكبر شيرنج ستريس واصغر شيرنج ستريس. بس كمان بنحدد المستوى، ما انا لما فضلت المعادله اللي فاتت وساويتها بالصفر اداني اف واحد ده او اف ماكسيمم ده على مستوى يميل بقد ايه، يبقى انا كمان عرفت المستوى. فاحنا اول حاجه بنبتدي بيها تاني 2 سيتا بالظبط اللي احنا عملناه في اليو والفي، يعني البرنسبل ستريس زي البرنسبل اكسيز بالظبط. ببتدي الاول اجيب زاويه سيتا، وكانت تاني 2 سيتا برضه كانت بتساوي 2 اي اكس واي على الاي اكس ناقص الاي واي. دي الصوره بقى اللي انا اخترتها عشان بتديني الزاويه مع الافقي. انا هنا بتكلم على المستوى اللي عليه اف ماكسيمم، يبقى تاني 2 سيتا بتساوي 2 الكيو واي. ها باخد اشاره الكيو واي دايما على الاف واي ناقص الاف اكس، كل حاجه باشارتها، الكيو واي باشارته، الاف واي باشارته، الاف اكس باشارتها. وعشان احدد الربع بسيب اشاره البسط بدون قسمه على اشاره المقام زي ما كنت بعمل في اليو والفي بالظبط. النومينيتور بسيب اشارته والدينومينيتور، فبعرف النقطه في انهي ربع. اي طريقه اخرى صح انا مش مسؤول عنها، انا بدرس لك زي ما انا درستولي، ودي الطريقه اللي انا بفهمها. بحدد الربع اللي فيه الزاويه، وبعدين بحدد الزاويه السيتا بكام، وبعدين ابتدي ارسم الرسمه بتاعتي. قبل كده كنا بنحط اليو ونحط الفي عمودي عليه، نفس الكلام هنا بالظبط، نفس الكلام. احدد المستوى اللي عليه اف واحد واحط اف اتنين على المستوى العمودي عليه. لو عوضت بقى بالزاويه دي هيطلع اف واحد بيساوي نفس الكلام، نفس الكلام اللي هو كان اي اكس زائد اي واي على الاثنين الجذر التربيعي، اي اكس ناقص اي واي على الاثنين الكل سكوير زائد اي اكس واي سكوير، هو هو نفس الكلام. شيل الاي اكس وحط اف اكس، شيل الاي واي وحط اف واي، شيل الكيو وحط بدلها الاي اكس واي. وهنا مش فارقه اشارات، لان في كيو اي سكوير مش فارقه اشاره الكيو اي، طبعا هتفرق في الترم الاول عشان ما فيش سكوير طبعا. اوكي، وهنا انا بقول لك ان سيتا اللي احنا ادينا القانون بتاعها دي السيتا المقابله لاف واحد. اف دايما يعني نورمال ستريس، اف واحد بين قوسين هو الماكسيمم، اف اتنين انا رسمت اهي الرسمه، انا ما كنت ناسي ان الرسمه بتطلع الاول اهو، رسمت ضد عقارب الساعه زاويه سيتا وحطيت عمودي عليها الاف واحد. مهم قوي ده يا شباب، بحط عمودي عليه الاف واحد، دايما الاف واحد بيتوقع عمودي على المستوى اليميل بزاويه سيتا مع الافق. ليه سيتا مع الافق ضد عقارب الساعه؟ اهو يا فندم القانون اللي انا مديهولك بيجيب لي الزاويه سيتا مقاسه ضد عقارب الساعه من الافق، او زاويه سيتا مع الافق ضد عقارب الساعه. اف اتنين كل الحكايه الزائد هتبقى ناقص اللي في النص، القوس الاولاني هو هو والروت هو هو. يبقى اي واحد بيفهم هيحسب القوس الاولاني ويحطه في ميموري A، ويحسب الروت ويحطه في ميموري B، يجمع A زائد B هيدي له F1، يطرح ال B من ال A هيدي له ال F2. ده يسرع الحسابات. الفرق بين واحد وواحد لما بيبقى واحد متمرن على استخدام الكالكليتور، تاني في نقطتين مهمين جدا، واحد بيبقى سريع، اتنين اخطاء قليله. انا بشوف حتى يومنا هذا الناس بتقعد تحسب كل ترم لوحده وبعدين يجمعه وياخدوا الروت كانه شغال بالكالكوليتر بتاع البقال اللي تحت بيته، اللي هو بيجمع ويطرح ويقسم وايه، انا قلت يجمع ويطرح ويقسم ويضرب، ادي الاربع عمليات، ويجيب بيرسنت كمان. اوعى اوعى، ويا سلام لو في روت بقى، يبقى البقال ده متقدم جدا يعني.
الناس بتستخدم الكالكوليتور الساينتفك اللي بيحل خمس معادلات في خمس مجاهيل اللي فيه خمسه ميموريز في عين العدو، حطيتها في الكاميرا اهو، خمسه ميموريز. الناس تستخدمه كانه الكالكوليتور بتاع البقال، لا بيعرف يستخدمه الميموريز ولا بيعرف يستخدمه ولا بيعرفوا يعملوا علاقه كده، سطر واحد يفتح قوس ويقفل قوس وياخد جذر، الكلام ده كله سطر واحد يا فندم. لو عايز تعمله الاي اكس كلها بتتعمل على سطر واحد، مش اقعد اعمل تيبل واحط فيه اي اكس واحد واي اكس اتنين واريا واحد واريا اتنين واي بار واحد واي اتنين. ده انا بالنسبه لي انا تخلف عقلي، مع احترامي الشديد لكل واحد بيدرس بالطريقه دي، لان الكلام ده كان حلو قوي لما كانت الناس ما فيش في ايدها الكالكوليتر. انت في ايدك الكالكوليتر دلوقتي، ايام ما انا كنت معيد قديم كانوا بيسموه بروجرامبل وممنوع يخش الامتحان، اللي هو بيحل معادلات ومجاهيل. ده انا معيد مش وانا طالب، وانا طالب كان في ساينتفك كالكوليتر يا دوبك بيعمل عمليات اللي هي الاساسيه بتاعت كليه هندسه، وكان زي الشلوت كده. الحمد لله ربنا كرمني وجبت واحد من انجلترا صغنن كده، كانت كل الطلبه بتحسدني عليه لاني كنت بحطه في جيبي وانا ماشي على طول. يعني كل يوم رايح الكليه الكالكوليتر في جيبي، والله ما بروحش الكليه من غير كالكوليتر، قلم، استيكه، مسطره، وانا ما بحبش اشيل حاجه في ايدي، كنت بحط كل حاجه في جيبي كشكيل بس، اخدها معايا يا في شنطه صغيره يا اما في ايدي بتاعه المحاضرات او السكتش لو انا عندي سكشن. انما ما بروحش الكليه من غير مسطره وقلم واستيكه، والقلم ده جواه سنون، ها لازم، وكالكليتور. ما ينفعش اروح الكليه من غير سلاح التلميذ. لا ده الناس بتخش الامتحان وبعد 10 دقايق يقول لك عايز سن، يا نهار اسود، او يقول لك اصل الكالكليتور بتاعي بايظ فانا محتاج كالكليتور اشتغل بيه، او انا نسيت الكالكوليتور اصلا، او لو سمحتوا استيكه استيكه يا جدعان. كاننا قاعدين في سوق عكاظ، طالب داخل امتحان بمجهوده، الادوات بقى على زمايله، والمعيد يقف زي الشغاله كده عمال يلف ينقل استيكه من طالب لطالب وينقل قلم من طالب لطالب. انا لو براقب على اللجنه، الحمد لله ربنا تابع عليا من المراقبه سني كبر، فالكليه تكريما لينا ما بقتش تخلينا نراقب بعد سن ال 55. انا عديت ال 60 الحمد لله، بس انا بتكلم بعد سن ال 55 بيقولوا لنا كفايه عليكم كده، انتوا راقبتوا كتير قوي تعبتوا، سيب بقى الموضوع ده للناس اللي اصغر منكم شويه، عشان المجهود البدني اللي هو المفروض يتعمل، ان الدكتور بيفضل يلف في اللجنه لو في مشكله بيحلها اند اند اند. انا لو في اللجنه بمنع تماما تبادل ادوات تماما، وبقف قبل اللجنه اللي ناقصه اي حاجه يروح يشتريها ويجي، انما اثناء اللجنه مفيش حد هيبدل لا قلم ولا كالكليتور ولا سن ولا سن حد، لان دي مهزله بتقلب اللجنه لسوء. اف 2 ده المينيمم، اللي ما بيعرفش يستخدم الميموريز في الكالكليتور بتاعه يتعلم، يقعد مع واحد صاحبه خمس دقايق هيتعلمها. الميموري عندك A و B و C و D و ميموري إن. ميموري إن و ميموري بلس بيخزنوا في نفس المكان، والخمسة ليهم نفس اللون. عشان تحط حاجة في الميموري بتعمل شيفت أو انفرس ريكول اللي هو زرار عليه RCL وتحط الحرف، يبقى الرقم اللي على الشاشة اتحط في الميموري ده. كل لما تعوزه بتعمل RCL A RCL B يعني ساين RCL A وتقفل القوس، خلاص جبت الزاويه اللي انت حاططها في الميموري تشتغل على طول. الميموري بلس خد بالك ان الميموري ان بيحط ويصفر اللي في الميموري بلس. فانا لما اجي استخدم ميموري بلس دايما اول مره بستخدم ميموري بلس بستخدم ميموري ان. طب فايدتها ايه بقى الميموري بلس؟ انك ممكن عندك حسابات تانية اخرى عايز تضيفها على الرقم ده، بدل لما انت تكتب الرقم على 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 الكراسه او في الشيت وترجع تكتبه تاني، لا انت رميته في الميموري ان. عايز تجمع عليه رقم تاني بعد خمس دقايق حسابات هتحطه في الميموري بلس. يبقى الميموري ان والميموري بلس، ميموري ان بيصفر الميموري بلس ويحط الرقم اللي على الشاشه، الميموري بلس بتجمع على اللي موجود في الميموري. فلازم الميموري بلس بالذات تحترس وانت بتستخدمها، ان اول مره هستخدم الميموري بلس هحطه ميموري ان. حاجات هايفه جدا. الكالكوليتور في ايدك ده كلكم اللي هو الاف اكس سيريس دي بتحل خمس معادلات في خمس مجاهيل،
مش ممكن تخش امتحان بتحل معادلتين في مجهولين على ايدك، او بتحل 3 في 3 على ايدك في كالكليتور يحل لك مصفوفه 5 في 5. عايز ايه يا باشا؟ عايز ايه يا باشا؟ ده طول يوفر لك 10 دقائق لو انت عندك 3 معادلات 3 مجهول في اي مقرر، ما بتكلمش على الاستراكشر. نتعلم نفتح قوس ونقفل قوس. لو كتبت المعادله زي ما هي مكتوبه قدامك على الشاشه كده، ها، هتطلع لك زي الفل زي الفل، وتطلع الناتج على سطر واحد وتخلص ماشي. لو مش متمرن ومش عايز تتمرن، خليك شغال بقى زي البقال اللي تحت البيت، مش مشكله، مش هيحصل حاجه. البقال اللي تحت العماره اللي جنبك يعني، سهل يقول ما عنديش بقال تحت بيتي بقى، ما تخش بقى في ايه، في اللي هو الكلام اللطيف ده. انا يعني بقول حاجه اكسبريشن كده مجازي. اوكي، طب سيتا 2 بتساوي كام؟ سيتا زائد 90. احنا اتفقنا ايه؟ هما زاويتين الفرق بينهم كام يا فندم؟ 180 درجة. القانون جايب دلالة مين؟ تاني 2 سيتا. يبقى لما هجيب تان سيتا هتبقى زاوية الفرق بينهم كام؟ 90. يبقى سيتا عمودي عليها هيبقى المستوى اف 2. يبقى انا لو زودت 90 درجة هيبقى المستوى العمودي عليها اف 2. يبقى انا كده عملت مستوى يميل بزاويه سيتا مع الافق ضد عقارب الساعه، وحطيت عمودي عليه اف 1، زودت 90 درجه وهحط عليه عمودي اف 2، يعني هي زاويه واحده بس اللي انا بحسبها. زي ما كنت بعمل في الاي يو والاي في، كنت بحط اليو وبعدين احط الفي عمودي عليه، ما بحسبش زاويه جديده، ونفس الكلام. بس هنا انا عندي بقى في مستجد اخر. خد بالك انت الاي اكس واي لما يساوي صفر يبقى الاكس واي هما المحاور الرئيسيه، يبقى دايما عند البرنسبل هيبقى هنا الكيو. واحد بصفر المستوى اللي عليه ماكسيمم نورمال ستريس، الشيل ستريس عليه بصفر، والمستوى اللي عليه ماكسيمم مينيمم نورمال ستريس. طب ليه ما بنكتبش ماكسيمم مينيمم؟ ليه بنقول واحد واثنين؟ لان ماكسيمم مينيمم كلمه خادعه جدا. تاني هفكركم بحاجه انا بقولها في سنه اولى وبقولها، او يعني ترم اول وترم تاني. ناقص 10 نورمال ستريس اكبر ولا ناقص 2 اكبر؟ ناقص 10 اكبر. احنا مش حصه ماثيماتيك. ناقص 10 معناها ايه؟ 10 كومبريشن اكبر ولا 2 كومبريشن اكبر؟ 10 كومبريشن. يبقى الناقص بتاعتنا في الاستراكشر بتحدد نوع، وعشان كده لما كان الرياكشن يجي بالناقص نقول لك ايه ده معناها عكس الفرض، امسح السهم حطه في الاتجاه المظبوط وبلاش الاشاره السالب دي عشان هتلخبطك وانت بتشتغل. السالب الوحيده اللي بتقابلنا في حياتنا عكس الفرض، اعدل السهم والغي الاشاره السالب. نيجي بقى للنورمال فورس كومبريشن، تاخد اشاره سالب، تنشن ياخد اشاره موجبه، شمال وطالع شير، واضفنا لو مع عقارب الساعه ياخد اشاره موجبه. ديل سهم العزوم تحت برسمه تحت وادي له اشاره موجب، ديل سهم العزوم فوق برسمه فوق ادي له اشاره سالب. يعني حتى ما ينفعش اقارن عزم موجب بعزم سالب، ده الماكسيمم بوزيتيف اللي هو ديل السهم تحت، وده الماكسيمم نيجاتيف اللي هو ديل. ما بقاش ماكسيمم مينيمم. يبقى ناقص 2 وناقص 10، 10 هي الماكسيمم كومبريشن والاثنين هي المينيمم كومبريشن. طب زائد 2 وزائد 10، الزائد 10 هي الماكسيمم تنشن والزائد 2 هي المينيمم تنشن. طب ناقص 10 وزائد 2 مين الكبير؟ ما يتقارنوش ببعض يا فندم. الناقص 10 ده الماكسيمم كومبريشن يتقارن بالماكسيمم كومبريشن بتاع الماتيريال، والزائد 2 ده الماكسيمم تنشن. الاثنين ماكسيمم، ماكسيمم كومبريشن، عشان كده كلمه ماكسيمم مينيمم ما بنكتبهاش. وهنا انا مش بعظم نفسي، ما بنكتبهاش، يعني احنا بتوع الاستراكشر، يعني احنا بتوع قسم مادة، هي واحد واثنين، لان ممكن واحد تطلع ماكسيمم كومبريشن، انا اسف، تطلع ماكسيمم تنشن، واثنين تطلع كومبريشن في اشاره سالب في النص، يبقى ماكسيمم تنشن، يبقى هنا ماكسيمم مينيمم من وجهه نظر الماثيماتيك، لكن من وجهه نظرنا احنا في الاستراكشر او في الهندسه المدنيه ممكن الاثنين يبقوا ماكسيمم، ماكسيمم تنشن وماكسيمم كومبريشن. وده اللي انا بخاف منه. انما لو الاثنين تنشن انا يهمني الكبير، لو الاثنين كومبريشن يهمني الكبير. انا راجل بتاع استراكشر بعلمك تحسب، هتعمل ايه باللي انت بتحسبه؟ ده مسؤوليه الناس بتوع الديزاين مش العبد لله. طيب تاني، الالفا او السيتا بتاعه الكيو ماكسيمم هتديني، لو عوضت بيها هتديني الكيو ماكسيمم 1 اوف 2، يا اما هي الروت، الروت ده
يا اما هي الاف واحد ناقص الاف اتنين على الاتنين. طب والثيتا بتاعتها كام؟ هزود عليها 45 درجة. هقول بس مش هتفهموني. لو انت بصيت على المعادلة، خد بالك الكوساين بقى ساين والساين بقى كوساين، يبقى لما اجي هجيب التان فوق يبقى اللي تحت الكوتان بتاعه على طول عكس بعض، يبقى لو فوق التان يبقى تحت الكوتان، يبقى دول زاويتين الفرق بينهم 90 درجه. انا عندي قانون جايب دلاله 2 سيتا او جايب دلاله 2 الفا، يبقى 90 على 2 هزود 45. انا هصلح كلامي تاني، مش اقول مش هتفهموها، اتمنى ان انتوا تفهموها، بس لو ما فهمتوهاش خلاص هتزود 45 درجه. ولا انت هتستنتج قانون، القانون ده هيتكتب لك في الامتحان، انت مش هتستنتج القانون ولا انت هتحفظه. خلاص يبقى انا عارف هحسب السيتا هزود عليها 90 درجه يبقى ده المستوى بتاع اف 2، هزود عليها 45 درجه يبقى ده المستوى بتاع الكيو ماكسيمم. الكيو ماكسيمم 1 اوف 2، لو انت جايب الجذر وحطه في الميموري خلاص هتاخد اللي في الميموري، لكن ممكن كمان تشيك، يبقى الاف 1 ناقص الاف 2 على 2، يبقى انا كده حسبته بطريقتين مختلفتين ياكد لي انا حسبت الاف 1 والاف 2 صح ولا غلط. يبقى انا لو زودت 45 درجه اهي جبت المستوى اللي عليه كيو ماكسيمم. خد بالك ان كيو ماكسيمم موازي لهذا المستوى، موازي للمستوى اللي انا بحمره ده. طب ايه بقى اللي هو اللي طلع ده الحسنه اللي طلعت دي؟ اكتب بس كيو 2 هنا بتساوي صفر. ايه بقى اللي طلع الاف افريج ده؟ احنا قلنا ان المستوى اللي بيميل بزاويه سيتا وسيتا زائد 90 الشير ستريس عليه بماكسيمم، حاجه شبه كده الماكسيمم ها مومنت ات زيرو شير، شبه يعني كده بين قوسين. انما المستوى اللي عليه كيو ماكسيمم بيجي كمان عليه نورمال ستريس، بيسموها اف افريج. فالاف افريج بتحسب ازاي؟ يا اما هتاخد الترم الاول اللي هو اف واي زائد اف اكس على الاثنين، يا اما هتاخد الاف 1 زائد الاف 2 على الاثنين. عشان كده بيسموها اف افريج، هي مجموع الاستريسز على اي مستويين متعامدين مقسوم على الاثنين، عشان كده بيسموها اف افريج المتوسط. دي طريقه معترف بيها جدا for the illustration. انا بدي لك القوانين وبدي لك قيم الافات الاف والكيوز، بدي لك قيم كل حاجه، وانت هتخش تعوض في القانون. انا عايز افهم بقى، انت فاهم ايه اللي انت حسبته؟ ان النورمال ستريس هو العمودي على مستوى يميل بزاويه سيتا وده اللي اكبر اجهاد عمودي، ولو زودت 90 درجه الاف 2 اصغر او اكبر اجهاد عمودي في الاتجاه الثاني، ولو زودت على السيتا 45 درجه يبقى جبت المستوى اللي عليه كيو ماكسيمم، وان انا لازم ارسم الاف 1 عمودي على المستوى بتاعه والاف 2 عمودي على المستوى، لكن الكيو ماكسيمم موازي للمستوى اللي بين سيتا زائد 45 لان ده شيرنج ستريس. فانت كده فهمتني بالالستريشن ده، انت فهمتني بالالستريشن ده ان ايه؟ ان انت عارف انت بتحسب ايه. قوانين جيفن، قيم جيفن، هتعوض وتطلع قيم. مش عارف تعوض وتطلع الاربع قيم دول، اقرب عمود وانت مروح اخبط راسك فيه، بس يا ريت يبقى في البوزه دي اللي هي بيسموها السوكه عشان تجيب دم. انا الاقي الطالب داخل يعوض قانون وبيطلع الناتج غلط، يعني طالب في اولى جامعه عنده 20 سنه مش عارف يعوض بشويه ارقام في معادله قدام عينه جيفن، موضوع محزن جدا. اخبط راسك في الحيط يا باشمهندس، أنا بديك مسألة هدية، النبي قبل هدية، مش عايز تقبلها يا باشا، إن شاء الله عنك مقبلتها. بس أنا بحب رسمة تانية. أنا بحب إيه؟ برضو هوقع الإف واحد عمودي على المستوى اللي بيميل بزاوية سيتا. بدل ما آخد الـ 90 درجة في الرسمة الفوقانية هنا، خدت الـ 90 درجة هنا. خدت الـ 90 درجة هنا. ورسمت إيليمنت جديد. بص كده إف 2 اف 1 بيوازي اف 1، اقدر بقى الاليمنت ده احط عليه اف 1 قصاد اف 1 واف 2 قصاد اف 2، دي الرسمه اللي انا بحبها اكتر. انا قابل اللي فوق وقابل اللي تحت. بس انا بحب اللي تحت اكتر، شكلها احلى. الاف 1 والاف 2 اتحطوا على اليمنت جديد يميل بزاويه سيتا، وباكد لك ان كيو 1 على المستوى اللي بيميل بزاويه سيتا والكيو 2 على المستوى اللي بيميل بزاويه سيتا زائد 90
صفر. في بقى بعض الدكاتره ياخد ال 45 من هنا بنفس المبدا، لا انا بطلت دي، انا باخدها من هنا، يبقى انا رحت مزود 45 وحطيت الاف افريج اهي بتوازي الاف افريج. وعلى فكره انا باخد كوبي بيست من الرسمه واقعد اظبطها. يعني انا خدت كوبي، اللي انا عملته الترم ده ان انا ما بقتش اطلع الرسمه مره واحده زي ما كنت بعمل في الترمز السابقه. القلم سعفني ان انا بقعد اعمل مربعات ودوائر، بس في الاخر الرسمه اترزعت وانا بشرح على الرسمه فالطالب شاف الرسمه كلها. الميزه دلوقتي ان انا بطلع لك تخيلي يعني ان انا بطلع لك الرسمه حته حته، رسمت الاليمنت، رسمت اللي بيميل بزاويه سيتا، عمودي عليه رسمت اللي بيميل بسيتا زائد 90، كونت اليمنت جديد حطيت عليه اف 1 واف 2 كل واحد عمودي على المستوى بتاعه، زودت 45 درجه جبت المستوى اللي عليه كيو ماكسيمم، والسايد افكت ان بيبقى عليه اف افريج. لو رسمت مربع يعني زودت 90 درجه تاني، ها 90 درجه 90 درجه، يبقى انا اقدر دلوقتي ارص بقى الليله. بص خد بالك اللي بيميل بسيتا زائد 45، انا لما ارسم ده بقى هتشوف اللي انا عايز اقصده. بص الكيو ماكسيمم بتلف ازاي والكيو ماكسيمم بتلف ازاي، الاثنين بيلفوا مع عقارب الساعه، يبقى دول موجبين. حطيت العمودي عليهم بيلف عكس عقارب الساعه، لازم اكون فاهم ان الكيو مينيمم بيساوي ناقص الكيو ماكسيمم، الاثنين قد بعض في القيمه لكن عكس بعض في الاشاره. فميزه الاليمنت انا رسمت اليمنت جديد عليه الكيو ماكسيمم على المستوى اللي ميل سيتا زائد 45 بيلف مع عقارب الساعه، وخدت العمودي عليه بيلف عكس عقارب الساعه. الاربعه فيسز عليهم اف افريج سواء كان ضغط او شد. في اي سؤال في اللي انا بقوله؟ طيب دكتور بس اتفضلي. اتجاه الاف بس عادي يمين او شمال ولا؟ هي اف هتطلع لي موجبه تبقى تنشن، هتطلع لي سالبه تبقى كومبريشن. خلاص كومبريشن. مين اللي هيقول لك الحسابات؟ تمام لحقاني؟ تمام شكرا. هناخد مثال واحنا هنسيبك برضو من غير ارقام اهو. طب سؤال سريع قبل ما ندخل في المثال يا دكتور، وممكن سؤال بطيء كمان لو حابب. انا بقول اقدر اقول ان مع اي انجل اوف روتيشن لازم في اف، لازم في نورمال ستريس، بس مش لازم يكون في شير. يعني ممكن في حالات الشير بزيرو بس دايما في نورمال ستريس. اولا مبدا عام كده، ما تقعدش انت تقعد الامور دي، مش شغلتك انت. ماشي ما تحطش قواعد واحنا لسه بنقول يا هادي. عايز قاعده اقول لك انا القاعده بقى، انا اللي اقول القاعده لان انا عارف. طب المستوى اللي بيميل بزاويه سيتا عليه اف ماكسيمم والشير ستريس بصفر، والمستوى اللي بيميل بسيتا زائد 90 عليه اف مينيمم والسيتا عليه الشير ستريس عليه بصفر. حبايب حبايب اي مستوى تاني هيبقى عليه نورمال ستريس وشير ستريس. هجيبه منين؟ انا عندي قانون بتاع اف الفا وكيو الفا، يجيب لي النورمال ستريس والشير ستريس على اي مستوى بدلاله الكيو اكس والكيو واي والاف اكس والاف واي. حبايب حبايب اللي يطلع بقيمه يطلع واللي يطلع بصفر يطلع. انا بعوض في القانون، انا اعصابي تعبانه ليه؟ اللي يطلع بقيمه يطلع واللي يطلع بصفر يطلع، ده مجرد ارقام والقانون عندي. احنا ما اثبتناش حاجه، هو ما فيش اثبات، هو تحليل بس عشان اوصل للصوره بتاعت ساين 2 الفا فيها حته ماثيماتيك كده. العلاقه بين ساين 2 الفا وساين الفا ايه؟ العلاقه بين ساين 2 الفا وكوساين الفا ايه؟ العلاقه بين كوساين 2 الفا وساين وكوساين الفا ايه؟ وهكذا. في اربع علاقات، واحدة بتاعت ساين 2 الفا، واحدة بتاعت كوساين 2 الفا، واحدة فيها علاقة، واحدة فيها ثلاث علاقات. أنا 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 في امتحان الماثيماتيك بتاعي كان دكتور في إعدادي هندسة كاتب الأربع علاقات دول عشان أستخدمه. مرة دكتور كمال سعيد الله يرحمه جاب مسألة إندايركت، كان مدي جيفن الإف الفا والكيو الفا، بيقول للطالب هات لي أنت النورمال ستريس. فكان الطالب هيخرج من 2 الفا لالفا، راح حاطط له الاربع علاقات دول في امتحان الاستراكشر. في امتحان الاستراكشر ليه؟ لانه افترض ان الطالب هيبقى ناسي العلاقه بين ساين 2 الفا وكوساين 2 الفا بكوساين وساين الفا، فراح مديله العلاقات دي جيفن في الامتحان. انا هذه النوعيه من المسائل مع احترامي الشديد دي محتاجه طالب شاطر في الماثيماتيك،
انا بتاع استراكشر، وبالتالي لما انا بحط امتحان ارش بدي للناس جيفن معادله البارابولا، بدي للناس جيفن الرياكشنز عشان يحسب لي انترنال فورسز. ها لو حسبها صح ادي له فول مارك، حسبها غلط ادي له صفر. انا اديتك الرياكشن خلاص مالكش حجه، لكن لو انت حسبت الرياكشنز غلط انا هديك صفر، يبقى انا وديتك في ده. نفس الكلام في الكورس ده، انا بديك السي جي وانت بتحسب النورمال ستريس، بديك السي جي وانت بتحسب الشير ستريس. ليه؟ لانك لو حسبت السي جي غلط كل حساباتك غلط، لو الامتحان مساله واحده هتاخد صفر في الامتحان. كل المطلوب من حضرتك ادي المساله كالكليت اند الاستريت. الاستريت هنا انا عايز الرسمه الاخيره، ذا برينسيبال ستريسز اند ذير بلينز ومستوياتها ات ذا فولوينج بوينت. بوينت بقى element whatever اسميها زي ما تسميها، بس بالنسبة لي أنا في الاستراكشر هي نقطة على المنشأ، نقطة على الكروس سيكشن يعني نقطة على المنشأ. حطيت مجموعة كل مطلوب من سعادتك تقول إيه ال FX compression يبقى ناقص 120، ال FY برضو compression يبقى ناقص 80، ال QY دي اللي تهمني شمال ونازل او الكيو واي. قولي لي هيديني الرسمه بس مين اللي هيديكي؟ حضرتك. طيب ليه ليه المجهول كده؟ اديني امتى يا باشا؟ خلاص تمام، اصلا انا كنت فاكره طبعا هي دي هتيجي اختها في الامتحان بس باختلاف ارقام. خلاص تمام، عشان كده اوليفر اللي سالوه قال لهم لو دكتور بهاء راضي عنكم هيجيبها لكم في الامتحان. وعشان كده لو انت سالتيني المره اللي فاتت قلت لي انت هتدينا المحاضره والامتحان الاسبوع اللي بعده، قلت لك دي هديه يا مريم. انا قلت صح مريم؟ انت الوحيده اللي بتكلميني، صوتك اصبح يعني الى حد ما مميز، بس ممكن بنت تانية تقلد صوتك سهله يعني. اوكي، ف قلت لك ما تقلقيش يا مريم، انا اللي سايق ما تقلقيش، انا هديكي هديه وانا مصر انها اجيبها عشان هدايا، بس في سبب تاني غير الهدايا، ان انا عايز اتاكد ان الناس على الاقل تبقى فاهمه يعني ايه برينسيبال ستريسز، عشان لما دكتور الخرسانه او الستيل يستخدم كلمه برينسيبال ستريسز محدش يقول له يعني ايه برينسيبال ستريسز. خلاص انا عارف ان انا بحصل الشير ستريس والنورمال ستريس في مستوى اخر يميل بزاويه اخرى غير الافقي والراس، غير الهورزونتال بلان والفيرتيكال بلان. ليه؟ سيكينج، بحاول اجيب الماكسيمم، وده بيخش في شكل حديد التسليح عشان تبقوا عارفين. يعني يجي الدكتور كده يقول لك انا هكثف الكنات في اول متر علشان الشد القطري اللي هو ناتج عن الكومباند ستريس بريسز، اقول له يعني ايه برينسيبال ستريسز؟ هيقول لك يا نهار اسود مش خدت استراكشر. اجي انا اقول بقى الموضوع ده مش هيجي في الامتحان، محدش هيفتحه. هي دي مشكلتنا، انا فقط بالرسمه اللي قدامي دي هتطمن ان الطالب عارف يعني ايه نورمال ستريس وعارف يعني ايه شير ستريس. يقوم لما يرسم لي الرسمه ويحط لي الاف 1 عمودي على المستوى والاف 2 عمودي على المستوى والكيو ماكسيمم موازي للمستوى اللي بيمسها، يبقى انا عرفت الطالب ده عارف ان هو بيحسب يعني ايه شير ستريس يعني نورمال ستريس يعني حفظ. خلاص حفظ، على الاقل حفظ، على الاقل حفظ. انا هنا القانون جايب دلاله الكيو واي، فهنا انا بركز اشاره الكي واي ناقص خلاص خلصت. خلاص كل اللي مطلوب من سعادتك انك وانت بتعوض عن الاف اكس او الاف واي او كي واي دايما حط الاشاره يا جماعه. وانت بتحسب على الكالكوليتور انت هتستخدم اف اكس هتحط ناقص 20 ناقص 120 انا اسف، بس خليني اكمل الجمله. هقول ناقص 80 هي بالناقص، فهقول ناقص ناقص 80 قلبت لايه؟ لزائد، وهكذا. يبقى وانت بتعوض تركز بس في الاشارات. قولي يا استاذه الكي واي بنيجاتيف 15 عشان الكي اكس ب 15 ولا عشان ايه بالظبط؟ لا بالله عليك احنا ما قلناش كده خالص، احنا قلنا دايما ان الكي اكس بيساوي ناقص الكي واي، صح يا استاذه؟ تمام. انا باخد اشاره مين؟ انا عارف ان كي اكس قد كي واي، انا باخد اشاره مين في القانون؟ الكي واي. فانا قلت لك انا هاخد اشاره الاثنين قد بعض، بس القانون انا هستخدم اشاره الكيو واي. تمام حبايب، يعني لو طالب رفع ايده في الامتحان قال لي هو الكيو واي بكام، انت اديتنا كيو اكس بس، هقول ايه في الامتحان؟ هقول له اشتغل يا باشمهندس. على فكره ما حدش بيسالني ابدا وبرد في امتحانات، حتى لو غلطت ولا قدر الله في الامتحان بقول للطالب حل على الغلط وانت يبقى ربنا بيحبك.
انا اللي هلبس وانا بصحح، لان الطالب يحل غلط احسبها له صح، حتى ما تقوليش ان انت غلط وحل. يعني انا مره لجنه كلمتني ومهندس مدني وقال لي البعد ده غلط والمفروض يبقى اكبر من كده. قلت له ازاي يا باشمهندس، يعني يا دكتور ده انا يعني انا متاكد ان البعد صح بس انا مش شايف الامتحان قدامي. قال لي لا حضرتك 15 ما ينفعش. قلت له انا عايزه كام؟ قال لي نخليها 30 سنتي مثلا. قلت له اوكي خليها 30 سنتي مش هتفرق معايا. دكتور خريج مدني بيراقب على اللجنه وبيقول لي انت حطيت بعد اصغر من اللازم، المفروض يكبر شويه عشان المسمار يعدي، انت كده المسمار داخل في القطاع. قلت له خلاص عايزه كام؟ قال لي 30. قلت له اندع على اللجنه خليها 30. روحت البيت فتحت الامتحان، الباشا مش واخد باله ان ان ال 15 ده الريديوس. ريديوس يعني بالتالي اللي هو بيقول لي هو مفادي وكل حاجه، بس هو خلالي الدامتر ب 30 هيعدي، انت خليت الريديوس ب 30 يعني عديت اكتر من اللازم، مفيش مشكله ما حصليش مشكله لانه هيبقى الار بتاعه المسمار كبرت شويه، بس اضطريت اعدل الموديل انسر. واللي حلها على فكره على ال 15 مشيتها له. لكن انا بقول لكم ان دكتور خريج ويقول لي انا مدني يا دكتور بقى اهلا وسهلا، وكان في غلطه عند حضرتك حتى لو عمارة كنت خفت، لو كهرباء الراجل بيقول لي انا مدني والبعد ده قليل، حتى لو في غلطه في الامتحان ما تكلمونيش، اتكلوا على الله وحلوا وهتاخدوا درجات احسن. مش الدرجات يعني، بس انا بطمنكم يعني ان ايه حلوا وربنا هيكرم ان شاء الله، بس عايز حل. انا مشفيلك الامتحان زي الجزارين كده، كل موضوع عليه مساله منفصله، كل حاجه جيفن، انت هتخش تحسب اس في الشير فلو لو في شير فلو، اس في الـ في الـ في, الـ في الشير ستريس ده اللي بيتحسب، كل حاجه جيفن. في النورمال ستريس القانون مفيش عيل ماشي في الشارع مش حافظه، بس انت تعوض عشان تجيب مكان النيوترال اكسس وبعدين تجيب الماكسيمم مينيمم ستريسز اند سو اون. اي طريقه بقى انا ماليش دعوه، انا مدي لك مساله دايركت موجوده زيها في الشيء. احنا عندنا مساله سترينج اكشن شبه مسائل الشيء، عندنا مساله نورمال ستريس دايركت زي مساله نمره 2، عندنا مساله شير ستريس ديو تو شيرنج فورس زي مساله 1 في شيت الشيرنج ستريسز. ممكن بقى اجيب يا اما ريفيتس يا اما شير ديو تو تورشن يا اما شير فلو، واحد من الثلاثه دول مساله ومساله زي اللي قدام حضرتك دي، ادي الخمس مسائل بتوعه. مساله 2 و3 اللي هو دايركت نورمال ستريس ودايركت شير ستريس المفروض تجيب فيهم فول مارك لو انت راجل عندك، تسمحوا لي اقولها وما تزعلوش، لو انت عندك دم ودي تجيب فيها فول مارك تنجح. سترينج اكشنز و اللي هو واحده من الثلاثه من شيت 4، يشير في الريفز يشير ديو تو تورشن يشير فلو، بجيب واحده من الثلاثه دي. لو اي حد وقال لي انا مندوب الدفعه، انا بكلمك باسم الدفعه والطلبه بيطلبوا مش عارف ايه، انا ما بردش على اساسا حد، لان في محاضره هي المصدر الرئيسي لاي معلومه انا عايز اقولها مش السكشن. طب دكتور، ولو سالت اي حد من 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 المعيدين هيقول لك اسالوا الدكتور بهاء. اتفضلي. هو حضرتك اللي هتحط الجزء اللي قبل الميد ترم مش دكتور محمود صح؟ دي حاجه ما تخصكيش، بس انا قلت لك الامتحان طبيعته ايه صح؟ مش انت حليتي اسايمنتس؟ تمام يا دكتور. طيب وانا هجيب امتحان الاسايمنتس، يبقى انت حجتك ايه؟ مين اللي شرح؟ تفرق معاكي ايه؟ اقول لك هجيب امتحان الاسايمنتس خلاص. تمام. بس وقلت لك كمان انهي مسائل في الاسايمنتس اللي تركزي عليه، بيفرق معاكي مين اللي حاطط الامتحان في ايه؟ ولما دكتور محمود شرح انت روحتي البيت حليتي اسايمنت ولا حليتي مسائل دكتور محمود بس؟ حليت الاسايمنت اكيد. خلاص ماشي، يبقى ده سؤال ما يفرقش معاك. الامتحان لما بيبقى فيه دكتورين بيبقى مشترك بين الدكتورين. تمام يا استاذه؟ تمام. لكن دي حاجه ما تخصكيش انت، مين ايه امتى ليه فين ده يخصنا احنا.
انما هتلاقي اسمنا احنا الاثنين مكتوب على الامتحان. في الميد تيرم المفروض يكون اسمنا احنا الاثنين مكتوب على الامتحان. تمام يا استاذه؟ نركز بقى. تعويض مباشر في القانون. بس كل حكايه ان انا الاف واي خدتها بناقص 80، الاف اكس خدتها بناقص 120. القانون كانت اف اكس اف واي زائد اف اكس. فالناقص بقى الاثنين بالناقص على الاثنين. الجذر التربيعي لاف واي ناقص الاف اكس، فناقص ناقص 120 قلبت زائد. يعني دي كانت زائد في ناقص 120 قلبت ناقص، دي كانت ناقص في ناقص 120 قلبت زائد. سكوير زائد الكي واي مش فارقه بقى، سكوير هتبقى نيجاتيف ولا بوز مش فارقه لان في سكوير. السكوير ده بيتنسي كتير جدا. ها اندر روت، اندر روت خد بالك ان انت لازم المقدار ده يتجمع على بعضه وبعدين يتاخد الجذر. لو انت خدت الجذر الاول بتفتح قوس، ما انت ترجع تفتح قوس تاني، هتاخد الناقص 80 زائد 120 على الاثنين الكل سكوير زائد ال 15 سكوير وبعدين تقفل القوس. ما انت عندك القوس الكبير ده اللي انا بتقله هيبقى عباره عن الترم ده زائد الترم ده، يوم اخد الجذر الاول افتح قوس كبير المقدار الاولاني زائد المقدار الثاني اقفل القوس الكبير. لو انت فتحت قوس وما قفلتوش هيديلك synthetic error، مش فاكر انا بقولها صح كده ولا غلط، هدي لك اللي هي الاس يكتبوها اس واي ان اظن error. ده معناه ايه ببساطه؟ ان انت حطيت زائدين ورا بعض. ساعات الواحد وهو بيدوس على الكالكوليتور بيطول ايده شويه فيطلع 2 زائد يطلع 2 ناقص، فتحت قوس وما قفلتوش، تقوم ترجع بالباك تراجع المعادله بتاعتك. ميزة ان انا اكتب المعادلة على الكالكليتور على طول ان انا اقدر اراجع على ترم ترم بالراجع، ارجع باك وافضل ماشي مش امسح، ارجع باك وامشي على المعادلة رقم رقم بقوس قوس. تاني لو انت مش متمرن تستخدم الكالكليتور بتاعك كويس اشتغل زي البقال، ما عنديش اي مشكلة، هتبقى ابطأ ونسبة خطأك اعلى، بس على الاقل ما اخدش انا ذنبك، على الاقل ما اخدش انا ذنبك. خلاص تعويض مباشر في القانون طلع نيجاتيف 75، اعوض بقى في الثاني اكيد يطلع نيجاتيف لان المقدار الاولاني ناقص الروت طلع نيجاتيف. يبقى مين؟ يبقى ده المينيمم كومبريشن وده الماكسيمم كومبريشن، العكس ده المينيمم وده الماكسيمم، سميهم اف 1 واف 2 عشان ترتاح. طب الكيو ماكسيمم يا اما الجذر التربيعي يا اما اف 1 ناقص اف 2 على الاثنين طلع 25 كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير. الاف افريج يا اما الاولاني اللي هو اف واي ناقص اف اكس على الاثنين او اف 1 زائد اف 2 على الاثنين، الاثنين بالزائد انا اسف، اللي هو هيطلع ناقص 100. ادي القيم بتاعتي. طب والزاويه ثاني 2 سيتا، اقول 2 في ناقص 15 اللي هو 2 كيو واي على اف اكس على اف واي اللي هي ناقص 80 ناقص اف اكس ناقص ناقص 120 يعني زي. فطلع البسط النومينيتور نيجاتيف والدينومينيتور بوزيتيف. يبقى الطريقه اللي انا بشتغل بيها انا ما اعرفش محمود بيشتغل ازاي، بقول الكالكوليتور دايما بيديني الزاويه الحاده، انا عايز انهي زاويه؟ انا عايز كل دي اللي هي 2 سيتا. يبقى ال 2 سيتا بتساوي ايه؟ 360 ناقص الزاويه اللي هديها لي الكالكيتور، فطلع الرقم 323 قسمتها على الاثنين فطلعت السيتا ب 161.56. ارسم بقى اهم كل اللي انا عملته، قلت ان ناقص على زائد يبقى انا في الربع الرابع. تاني بقى بفسر اللي انا عملته من شويه، يبقى الاثنين سيتا بتساوي 360 ناقص الزاويه اللي طلعها لي من الكالكيتور الزاويه المشهوره اللي هي 3 4 5. يبقى السيتا 1 بتساوي سيتا بتساوي 161، السيتا 2 بتساوي 251 ورسمتها. رسمت السيتا 161 ضد عقارب الساعة، حطيت الاف 1 كومبريشن عمودي على المستوى اللي بيميل 161 درجة، خدت عمودي عليه
وحطيت اف 2 برضو كومبريشن، كتبت ان الاف 1 بيساوي 75 وكتبت ان الاف 2 بيساوي 125. خلاص انا حطيتهم في الاتجاه المظبوط كومبريشن، فشلت الاشاره خلاص، خلاص ما بقتش محتاج احط الناقص، واذا حطيتها برضو مش هزعل منك. طب هزود على سيتا 45 درجه على الشمال، انا زودتها، وعلى اليمين برضو زودتها، جبت مستوى جديد. المستوى ده عليه كيو ماكسيمم، يعني موازي اهو، ده اللي انا ببتدي بيه. لو خدت عمودي عليه يبقى الاثنين بارالل دول اهم بيلفوا مع عقارب الساعه اهو اللي انا محمرهم دول. على السايد الثاني يبقى كيو ماكسيمم برضو ب 25 بس بيلف عكس عقارب الساعه، وكتبت كيو ماكسيمم بكام. وبعدين حطيت على الاربع اوجه اف افريج، كان هو كومبريشن 100، حطيته كومبريشن وكتبت ان الاف افريج بيساوي 100. يعني انا كل الحسابات حطيتها على الرسمه دي، دي اللي انا بفضلها. لو حضرتك عايز تعمل كده اهو وتقول لي انا لو زودت كده ادي السيتا اهي، يبقى ده اللي عليه اف 1، لو زودت على السيتا 90 درجه يبقى ده اللي عليه اف 2، لو زودت على السيتا 45 درجه يبقى ده اللي عليه كيو ماكسيمم واف افريج. ماشي يا معلم، ما عنديش اي مشكله، دي الطلبه بيستسهلوها. اللي انا راسمها هي اللي انا بحبها لان هي مور انديكيتيف، بتبين ان الطالب فاهم وبتفهم الطالب هو بيعمل ايه. الاثنين اوفر. هنا قلت الحالات اللي ممكن تقابلني كلنا عارفينها، زائد على زائد يبقى انا في الربع الاول باخد نص الزاويه، زائد على ناقص يبقى انا في الربع الثاني. دي اللي الكالكيوتر بيديهاني، دي اللي انا عايزها، الاثنين سيتا. يبقى الاثنين سيتا بنقول بتساوي 180 ناقص الزاويه، وانا برجع اقسم على الاثنين. خد بالك بعد ما بحسب 180 ناقص 36 اقسم على الاثنين، الربع الثالث اللي هو ده ناقص على ناقص، الكالكيوليتر دايما بيديني الزاويه الحاده، انا عايز كل دي. يبقى الزاويه بتاعتي 2 سيتا بتساوي 180 زائد الزاويه اللي مديهاني الكالكيوليتر. تاني عايزين تشتغلوا بسيستم تاني على راسي من فوق، بس ما حدش يبص على شغل. عايز تذاكر من ورق درس على راسي من فوق، بس ما تقعدش تقارن بقى اللي انا بعمله باللي حد غيري بيعمله. المنطق يقول انك تمشي زيي. ليه؟ لان انا راجل قديم وخبره، ولان انا ماشي زي اللي علموني، ما بفتيش في حاجه مش محتاجه فتي. قاعد انا بقى اغير والعب في الليله ليه؟ ليه يا فندم؟ ما هو اللي قبلي ادوها لنا في طريقه سهله ولطيفه. واحنا كنا خدنا ليه زمان استك all sin tan cosine، او كل جبار ظالم جاته داهيه، او كل جميله ظريفه جاتها جوازه؟ كنا بيقولوا لنا ليه الكلام ده في المدرسه؟ عشان نحدد الاربع تربع قاعده استك، او كل جبار ظالم، او كل جميله ظريفه، كانوا بيدوها لنا عشان نحدد. طب ليه كنا بنحدد الاربع تربع؟ لان الكالكيوتر دايما بيديني الزاويه الحاده، اديتها له بالموجب هيديك الحاده، اديتها له بالسالب هيديك الحاده، وانت مش عايز الزاويه الحاده، انت عايز الزاويه مقاسه من الهوريزونتال بلين لغايه المستوى بتاع اف 1 ضد عقارب الساعه. فبنحدد الربع وعلى اساسه بنحدد الزاويه. عشان كده علمونا قاعده استك اول ساين تان كوساين. عايز تمشي زي حالاتي؟ تمام. مش عايز تمشي زي حالاتي؟ تمام. انت حر، بس المهم في الاخر الناتج يبقى صح. انا عايز اشوف ان الزاويه دي، اصل ممكن واحد يجيب لي الزاويه مع الافقي يجي يقول لي مثلا ان دي كده 36 على 2 اللي هي ب 18. ماشي هي ما هو لو قال لي ان الزاويه دي 18 يعني الزاويه دي 161. المهم في الاخر انه رسم لي المستوى ده زي ما انا رسمه. انا رسمته من 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 مقاس ضد عقارب الساعه 161، هو رسمه مع عقارب الساعه 18. ماشي، انا مش برضو مش راجل معقد يعني، مش راجل معقد يعني، هقبل. ايه المشكله؟ مش اي مشكله عندي، مش اي مشكله. هو بقى بيستخدم قوانين تانية، هو بيستخدم طريقه تانية على راسي من فوق، بس في الاخر لازم يطلع هو ده الخط اللي عنده. اذا ما حصلش مش هقبل، هديك الزاويه غلط، خلاص خلصت، زاويه غلط مش هاخد درجتها، وانت بترسمها لازم انقصك في الرسم.
نكمل. اللي جاي دي مسائل الشيت، وش دي مسائل الشيت. طب ايه الهدف منها دلوقتي؟ انا مش هاثقل عليكم، انا مش هاثقل عليكم. طب دكتور ممكن سؤال بسيط في اللي قبلها او كبيس الكيسز دي انا بعملها على يعني انها كواد 1 او كواد 2 او 3 او 4. طب انا نسيت اقول في الاساينمنت، في الاساينمنت نمبر 5 انا عايزك تحل واحد واثنين فقط، مساله واحد ومساله اثنين. طيب انا اتفقت مع المهندس اوليفر من يومين بالظبط ان احنا عندنا ست تعليمات، عندنا اساينمنت واحد اثنين ثلاثة أربعة على واحد وأربعة على اثنين. الورقة الأولى في شيت أربعة بتاخد درجة، والورقة الثانية في شيت أربعة بتاخد درجة. المعيدين هيعلموا best of six، وبالتالي لو أنت عملت deliver لassignment خمسة problem واحد واثنين هياخد لك أحسن واحدة في الخمسة، لو أنت ما قدمتوش هياخد متوسط الخمسة اللي أنت قدمته. واضحة دي؟ ده أول حاجة. مين اللي بيكلمني باشوانس؟ مين؟ يوسف صديق. يوسف صديق. يا يوسف يا صديق، احنا اتكلمنا قبل كده مع بعض. بص يا يوسف، بص يا يوسف. أنا كل مسألة الأرقام هتتغير. في المسألة بتاعتي طلعت ناقص على زائد. في مسألة تانية زي الـ IU والـ ID بالظبط، ممكن تطلع زائد على ناقص. في مسألة تالتة ممكن تطلع زائد على زائد. مين اللي بيطلع زائد أو ناقص أو ناقص على زائد؟ الأرقام. فالأربع حالات دول في أي مسألة جاية لي ممكن يقول أسهل واحدة إن تبقى الزاوية في الربع الأول، اللي بعدها يستوي بقى الربع الثاني سيتا زائد ناقص 180 أو 180 أنا آسف ناقص الألفا اللي أنت بتطلعها، الربع الثالث 180 زائد الألفا، الربع الرابع 360 ناقص الألفا لو أنا مصر ألف ضد عقارب الساعة دايما. زائد وناقص ده طالع لي من الارقام، انا ما بفتيش حاجه، انا عندي المعادله بتقول لي ايه؟ 2 كيو واي مقسومه على اف واي ناقص اف اكس. كل اللي مطلوب مني ان انا اسيب اشاره المقام واشاره البسط زي ما هي. فوق كان عندي ايه؟ 2 كيو واي، يعني 2 في ناقص 15 يبقى ناقص. تحت عندي ايه؟ اف واي كانت بناقص 80 ناقص الـ FX كانت بناقص 120 ناقص ناقص قلبت positive. زائد فبقى ناقص على زائد. بس ادي يبقى انا عرفت ان انا في الربع الرابع. تمام شكرا. دي الطريقة اللي انا اتعلمت بيها ودي الطريقة اللي انا بعلم بيها. يعني انا اعلم تماما لو محمود حسن اشتغل زي ما كان هو معيد مش هيشتغل زي ما انا بقول، لان هو معيد كان بيقولها بمعادلة تانية وبطريقة تانية. ماشي خلاص، انت عايز تشتغل زي محمود خليك مع محمود، عايز تشتغل زي بهاء خليك مع بهاء. يعني اقصد ايه؟ ما تجيبش محاضرة محمود ومحاضرة بهاء وتحطهم جنب بعض، هتغلط. يا بتشتغل زيه يا بتشتغل زيه. جبت ريفرنس ثالث زي ما كتير من الطلبة بيفتكروا ان هو لما يجيب ورق درس مجهول الهوية ده اسهل له، لا والله العظيم اللي انا بقوله ده واللي محمود بيقوله احنا بنديكوا درس خصوصي والله العظيم. احنا بنحل مسائل بالارقام حتى الثمالة لغاية اخر نقطة. كل المسائل اللي احنا بنحلها بنحلها بالارقام. اساتذتنا احنا كان يحل مسألة عبيطة بالارقام والباقي كله افكار مسائل. افكار. ولو جات لك كده اعمل كده ولو جات... لا احنا ما بنعملش كده، احنا بنحل معاك كل المسائل بالارقام. هو اكتشوالي درس خصوصي. بس عدد الطلبة كبير كأننا في سنتر مش أكتر من كده، لكن طريقة شرحنا وطريقة إلقائنا والله العظيم. ولو أنت بقى مقتنع إن إحنا بنديك درس خصوصي وإن إحنا شعرنا بيض في الشغلانة دي، محمود الوزغوز الكتكوت ده، الكتكوت ده بقاله 20 سنة متخرج. إيه 20؟ يا نهار أسود، هو متخرج 92 2 12 30 سنة متخرج. الكتكوت ده الصغنن ده بتاعنا البامبينو، البامبينو ده بقاله 30 سنة بيشرح وكان معيد شاطر جدا.
من اهم المعيدين يعني اللي كانوا في جيله واسمه موجود دايما في السوق. فتخيل بقى البامبينو الصغير ده بقى له 30 سنه بيشرح. العبد لله انا بقى لي 39 سنه بشرح. 39 سنه بشرح السراكش. دي سنه ال 40 ليا. متخيلين يا جماعه؟ مش متخيلين. فتخيل انت بقى الناس الخبره الطويله جدا اللي معاكوا ده، والطلبه ما بتحضرش. والطلبه لما تيجي تذاكر تذاكر من ورق درس او تاخد درس. والله اللي احنا حاطينه والله العظيم انا بس مش عايز افتن على محمود فهسكت. هسكت والله، وانتوا فهمتوا انا عايز اقول ايه. والله العظيم محمود كانه بيديكوا درس خصوصي. والعبد لله كاننا ده اللي كنا بنعمله بالظبط واحنا معيدين. واحنا دكاتره كملنا بنقعد نحل معاك بالارقام للاخر، بالارقام للاخر. لا بقى بنقول افكار ولا بنخش امتحان نجيب فكره جديده ما تكنش سيرتها قبل كده. فهتعرفوا قيمتنا لما تكبروا اكتر. اسالوا كده اي حد متخرج بقاله 20 سنه ولا 30 سنه، اسالوه على بهاء ومحمود. درس لك كده دكتور بهاء قبل كده وشوف هيقول لك ايه. شوف اذا شتم فيا طبعا خليه يكلمني يعني عشان افهم هو زعلان ليه. بس بجد والله الحمد لله يعني مش هتسمعوا عننا غير كل كلام طيب. اكيد في ناس مش هتبقى راضيه عننا 100%، بس حتى اللي مش راضي عننا 100% هو على الاقل بيحترمنا ان احنا ناس بنبذل مجهود وبنحاول نعلم الطلبه. يوم الاقي من 275 واحد بيحضروا لي لما تضرب الدم 40 واحد. ده لما تضرب الدم ده يعني اوعى. انا مش عايز اسخل عليك، وده اللي كنت بقوله لما صديق سالني. فكل اللي انا بس عايز اقوله حاجتين مهمين. مش عايز ادخلكم في الكومبايند، وانا اساسا بصوا بمنتهى الامانه انا اساسا نوعيه المسائل دي مش السنه دي ما بجيبهاش على طول، وبقول للطلبه كده. يعني بقول للطالب انا هجيب لك نقطه واحده، مش انتوا اكسبشن كيس يعني. نو نو نو، انا الامور واضحه في ذهني وعارف انا عايز ايه. ليه؟ انا مش هقدر اجيب مساله زي دي، لان مساله زي دي انت هتبتديها من الاول. لما اقول لك كالكوليت اند الستريت ها برنسبل ستريسز ات بوينتس اي بي سي واسكت، هتضطر تحسب النورمال ستريس وترسمه وتحسب الشير ستريس وترسمه. يبقى اول خطوه هتبتدي في المساله هتجيب السي جي اريا اي اكس اي واي، وبعدين تحسب ان وام اكس وام واي وتطلع منهم النورمال ستريس. اهو حسبت رياكشنز، قلت سيكشن واحد واحد اللي هو على الشمال خالص عند الفيكسيشن عليه مومنت 4 متر طن دي للسهم الاعلى، ما حطيتش نورمال فورس على المساله، وقلت ان الشير الراسي كيو واي. لو عندك ان وام اكس وام واي هتحسب بيهم نورمال ستريس واحده. اهو ده شكل النورمال ستريس. ما تقوليش ليه شكله كده، ما تقوليش النيوترال اكسس انت رسمته ليه. مش انا محتاج دلوقتي اقول ان الاف واحد بتساوي او الاف بتساوي زائد او ناقص الام اكس على الاي اكس في الاحداثي واي. خلاص الاف ايه لو عايز اجيبها هتبقى ناحيه ديل السهم يبقى زائد الام اكس اللي هي باربعه لو انا شغال بالكيلوجرام بالسم هضرب في 10 اس 5 على الاي اكس في الاحداثي واي، اهو واي بتاع نقطه ايه ب 8 سنتي وهكذا بقى يطلع كذا كيلو جرام. خلاص هحسب اف اي واحسب اف بي بصفر اهي باينه زي الشمس عند النيوترال اكسس، والاف سي بتساوي ناقص الاف اي، وبعدين هحسب الشير ستريس اهو يا باشا. اقدر بقى اجيب الشير ستريس عند نقطه اي، والشير ستريس عند نقطه سي، والشير ستريس عند نقطه بي. دي مسألة سهلة جدا. ليه؟ لأن عندي مومنت وجبت نورمال ستريس واحد، وعندي شير وجبت، اروح واخد بعد كده النقطة. ما هو عندي افاقه واحده، يا اما احطها اف اكس يا اما احطها اف واي. انا كبهاء بحب في الكاميرا احطها اف اكس دايما. ليه؟ لان النورمال فورس قوه افقيه. طب لو طالب حطها اف واي ما عنديش مشكله. انا رسمت اليمنت اهو عند نقطه ايه، عندي عند نقطه ايه نورمال ستريس تنشن حطيت، عندي عند نقطه بي مفيش نورمال ستريس، عندي عند نقطة سي نورمال ستريس كومبريشن عكس ما انا حاطه. بس الرسمة دي توضيحية فقط. انا عملت ايه؟ رحت واخد نقطة ايه عليها نورمال ستريس اللي انا حسبته ده،
طب تحب احسب لك الشير ستريس عند نقطه ايه؟ اه يا فندم الشير عند نقطه ايه؟ كيو اكس كيو واي انا اسف على اي اكس. انت حسبت كيو واي خلاص ب 4 طن، هتضربها في 10 اس 3 عشان يبقى بالكيلو جرام بير سنتيمتر في الحته دي اهي الاستاتيكال مومنت اللي هو مساحتها كام؟ 10 في 2 في كام يا فندم؟ مسافه من اكس بتاع الجزء لغايه اكس بتاع الشكل. شكرا يا معلم. في 9 على عرض القطاع. هنا انا اخترت كيو كبيره لان نقطه ايه هو حددها لي في المساله هنا، يعني النقطه دي يا موجوده في التخانه الكبيره يا موجوده في التخانه الصغيره. طب انا يهمني اخد القيمه الكبيره طبعا، فخدت كان نقطه ايه موجوده جاست لور. طب ده كيو واي، الكيو واي الشمال وطالع، ها حطيت الكيو واي شمال وطالع اهو اهو ابتديت بده شمال وطالع او يمين ونازل. ما انت لو حسبت من ناحيه اليمين هتلاقي في 4 طن نازله من ناحيه اليمين، ده شير موجب. بس هنا بقى نقطه مهمه جدا، ان انا حطيت الكيو اكس بيلف عكس الكيو واي بس. اه يبقى هنا على عرض القطاع، انا اسف عرض القطاع اللي هو 1 سم يطلع كذا، هيطلع كام؟ يطلع 200.3 الصفرين جم فوق بعض كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير. ده هيطلع بيساوي كام؟ هيطلع بيساوي 890.21 كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير. اوكي تمام، بس ما عنديش اف اكس واف واي، هي اف واحد يا هاخدها اف اكس هاخدها. انا بحب في الكاميرا اخد اف اكس عشان النورمال فورس قوه افقيه. حطيت الكيو واي حددتها من الكاميرا شمال وطالع مين نازل، وحطيت الكيو اكس قدها وعكسها. خش يا معلم احسب بقى اف 1 واف 2 كيو ماكسيموم واف افرج وارسمهم. نقطه بي حسبت الشير ستريس عندها نورمال ستريس بصفر، وقعت الشير ستريس شمال وطالع يمين ونازل، وحطيت الكيو اكس قده وعكسه. يعني بمنتهى الشجاعه الادبيه اقدر اقول ان الكيو اكس اي هيساوي ناقص الكيو واي اي زي ما احنا بنقول دايما عند نقطه ايه. خش يا معلم احسب اف 1 واف 2 وكيو ماكسيمم واف افريج. هتقول لي وهيطلع اف 1 له قيمه؟ يا عم احسبه وشوف. اه طبعا هيطلع له قيمه، اه طبعا هيطلع. لو عندي كاميرا مايله وقوه افقيه هحللها مره في اتجاه المحور ومره عمودي على المحور، هيطلع نورمال وشي مش كده؟ فانا بجيب مستوى مايل، انا ما عنديش نورمال ستريس على الافق والراس، لكن لما احلل على مستوى ميل بزاويه سيتا الكيو هيتحلل مره نورمال ومره شي. سو سمبل على المستويات الاخرى. حسابات بقى شرحه نقطه سي. كل الفرق بين اي وسي ان الاف سي كومبريشن، ليه؟ عشان ناحيه راس السهم بتاع الام اكس. شفتوا بقى المساله بتبقى مصيبه ازاي؟ لانك لو غلطت في السي جي حسبت اريا، حسبت اي اكس واي واي غلط، حسبت ام اكس وام واي غلط، حسبت نورمال ستريس غلط، حسبت شير ستريس غلط، حسبت برنسبال ستريس غلط. ده اللي انا رحمتكم منه. انا ومن بعدي، ليس انا ومن قبلي. وانا هنا مش تفاخر، انا هنا حقيقه مطلقه. انا اول واحد غيرت سيستم الامتحانات اللي انا بعمله ده. يبقى لو محمود عمل يبقى ماشي معايا عشان بيدرس معايا، فبيعمل زي ما انا بعمل. أنا الحمد لله أول سنة اتعينت فيها دكتور أقنعت أستاذتي اللي خدتني معاها في سنة أولى، وما كانش لسه الكورس ده بيتدرس في أولى، كنت بدرسه في البرامج بس. كنا بندرس نورمال ستريس بس، والشير ستريس والكومبايند ستريس كانوا بيتاخدوا في سنة تانية في اللائحة القديمة. أقنعت أستاذتي هنقسم الامتحان، مش هجيب مسألة واحدة من الأول للآخر، لأن كده الطالب اللي هيغلط في سي جي هياخد صفر، واللي هيسيب المسألة هياخد صفر. يبقى انا كده سويت بين طالب ذاكر واجتهد واخطا جل من لا يخطئ، بطالب ما جاش الامتحان، بطالب دخل الامتحان وساب الورقه بيضة، بطالب دخل وبيخرف، الاثنين خدوا صفر. فدايما وانا طالب كنت شايف هذا الوضع ظالم جدا، فقررت اغيره. استفيدوا بقى من النعمه دي بقى، ان اللي بيدرس لكم الكورس دكتور بهاء، وان دكتور بقى بيقسم الامتحان لمسائل، يبقى انت قادر انك حتى لو في غلطه تبقى غلطه لوكال، ولو حضرتك جبت تقدير وحش لا قدر الله اعرف انك عكيت في كل المسائل، مش عكيت في مساله، عكيت فيهم كلهم. وعك انا قاصد كلمه عك. نفس المساله دي بتاعت الشيت برضه،
مسألة أصلا كانت عاملة كده. في فتحة جوه وحاطين كده 8 طن وحاطين كده عمودي عليها 6 طن، وهتجيب أنت الأون ويت بتاع البلوك ده وتيجي تحسب عند السكشن اللي على الأرض تحت خالص سكشن إيه إيه مثلا، أوكي، وعيش حياتك وابحث عن ذاتك. هيبقى النورمال فورس هو الأون ويت كومبريشن، هيبقى الكيو إكس، أنا آسف نبتدي طيب، الإم واي هتبقى الستة في الارتفاع الاتش ده، والام اكس يعني بص هو المومنت كام؟ 64 بقى ارتفاع ده 8 متر، 6 6 ما هي 8 في 8 يبقى ده 8 متر ارتفاع ده اهو، ما هو 6 في 8 ب 48 و8 في 8 وهيبقى الام، ما هيبقى ده الاكس والواي عمودي على الصفحه. ايوه انا بقول واي وبكتبها اكس معلش اهو. هتحسب بقى ان وام اكس وام واي، وبعدين هتحسب اف بيساوي ناقص الان على ايه زائد او ناقص ام اكس على اكس في الحاله سواء ناقص او زائد، وتحسب مكان نيوترال اكسس وترسم النورمال ستريس. عندي بقى كيو اكس ب 8 طن وعندي كيو ب 6 طن، حسبت الكيو دايجرام وحسبت كيو اكس دايجرام ورسمته. ده اول مطلوبين في المساله A وB. C احسب بقى البريسيور ستريس عند نقطة B و A. طيب هاي أنا لو مشيت كده أهو جبت الاستريس عند نقطة A النورمال استريس، يا تحسبها يا تقيسها من الدياجرام بس يبقى رسمه تو سكيل، وأنا أفضل إنك تحسبها. إحداثيات نقطة A الواي بصفر والإكس ب 2 متر ونص، جبنا الـ F A. هاجي هنا أهي الـ Q A قصادها صفر، خلاص يبقى نقطة A اتحددت. امسح بقى ده عشان انا استعجلت، نقطة A اتحددت خلاص، ما عندهاش غير QY، ما عندهاش غير QY، يبقى نقطة A نقطة A عندها QY ماشي. يعني انا لما بصيت فوق لقيت محصلة الاتنين دول ماشيين كده، فخدت من فوق الديل شمال والراس يمين زائد 8 طن، يبقى من تحت عكسه ده بيلف مع عقارب الساعة موجب، خدت الكيو اي بيلف عكسه. النورمال ستريس هي واحدة بس، ياخدها اف واي ياخدها اف اكس، زي ما قلت لك أنا في الكاميرا النورمال فورس قوة أفقية بحب أخدها قوة أفقية، في العمود النورمال فورس قوة رأسية بحب أخدها قوة رأسية. كده نقطة إيه؟ حسبت ده عليها طن بير متر سكوير، حطيته كومبريشن اهو كومبريشن كله كومبريشن نورمال ستريس، وحطيت الكيو اللي انا حسبتها اللي هي كيو اي بتساوي الكيو واي على طول عند نقطه A ما عنديش غيرها اوكي، وابتدي هحسب احسب ايه اف 1 واف 2 كيو ماكسيمم واف افريج وهرسم الرسمه المقابله لها صح تمام. نيجي بقى لنقطه B فيها تفصيله صغيره ارجو ان انتوا تركزوا معايا نقطه صغيره وبعدين هجري. دي اهي خلاص الاف بي كومبريشن كذا، يا تحسبها يا تقيسها. تعالى بقى مشكله ايه، يجي الطالب انا المره اللي فاتت قلت لك هاخد الكبيره، فيجي الطالب لما تدي له المصدر ده يقول لك ايه، انا هاخد الكبيره من هنا مع الكبيره من هنا. ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا عملت ايه؟ الكبيره من الكيو واي يعني انا جاست ابر، والكبيره من الكيو اكس يعني انا جاست ليفت. بص كده جاست ابر وجاست ليفت تقاطعوا فين؟ في الهواء. ده معناه ايه ان هم تقاطعوا في الهواء؟ ان هذا الكلام لن يحدث ابدا. ما اقدرش اخد الكبير من هنا والكبير من هنا، لان الكبير من هنا جاست ابر والكبير من هنا جاست ليفت، لو انا خدتهم يبقى انا خدت نقطه موجوده في الهواء اساسا في الفراغ، وفي الفراغ الشير ستريس بصفر. يبقى ما ينفعش. يبقى ما ينفعش. انا لو خدت الكبيره من الناحيه دي يبقى انا موجود ابر، يبقى غصب عني لازم اخد الصغيره من الناحيه دي، ولو خدت الكبيره من الناحيه دي يبقى انا موجود في الليفت اهو موجود في التخانه الصغيره، يبقى غصب عني لازم اخد الصغير من هنا. طب اخد اني احسب الاثنين؟ احنا قلنا لو في كيو اكس وكيو واي بتبقى الكيو بتساوي الجذر التربيع لكيو اكس سكوير زائد كيو واي سكوير. انا حبب معايا ان انا اخد الكبيره من هنا والكبيره، ما ينفع اخد الكبيره من ناحيه مع الصغيره سكوير زائد سكوير تحت الجذر
والصغيره من ناحيه مع الكبيره سكوير زائد سكوير تحت الجذر، وهاخد الكيوب كبيره فيهم هما الاثنين. دي نقطه فقط عايزين نوصل منها رساله بسيطه جدا، انك ما ينفعش تاخد الماكسيمم وتعمل حاله تخيليه، ما ينفعش ما ينفعش. فانا عملت ايه؟ قلت لو انا خدت كيو واي بي واحد غصب عني لازم اخد الصغيره من الناحيه الثانيه، سميت نقطه بي واحد اهي موجوده جاست ابر، فغصب عني بقت موجوده في التخانه الكبيره. او لو انا قررت اخد الكبيره من تحت يبقى انا غصب عني موجود في التخانه الصغيره، يبقى انا غصب عني لازم اخد الكيو واي بي 2، فسميتهم نقطتين، واحده جاست ابر يمين وواحده جاست لور شمال. واحده سميتها بي واحد، ثانيه هحسب الكيو بي واحد وهحسب الكيو بي 2. انا هنا حسبت الكيو واي والكيو واي، انا بس شكلي عكيت عكه، دي الكيو ايه ده، ايوه لا هي مكتوبه صح هنا، اللي هي كيو بي 1 هتبقى كيو واي بي 1 سكوير زائد الكيو اكس بي 1 سكوير. اي بليف ان دي هتبقى الكيو اكس بي 1، اي بليف ده المنطق يقول كده، اللي هي 1.49 زائد 0.3 كل واحدة سكوير يديني أكتر شوية من 1.49 1.53. نفس الكلام هعمله مع الـ QX. ماشي أنا استعجلت، دي الحسابات كاملة، دي الحسابات كاملة، جمعت بقى كله مع بعضه. نفس الكلام هعمله مع QB2، مين الكبيرة في الاثنين دول؟ الـ QB1، فاخدت الـ QB بتساوي الـ QB1 بتساوي الـ 1.53. يعني انا خدت الكيو واي بي 1 سكوير، خدت معاها الكيو اكس بي 1 سكوير اداني الرقم ده، خدت الكيو واي بي 2 سكوير زائد الكيو اكس بي 2 سكوير برضو اندر روت اداني الرقم ده، طلع لي 1. لا غلط، يبقى انا عندي نقطه A حطيت عليها قيم ونقطه B حط عليها قيم برضه، حط عليها قيم برضه، لو النورمال ستريس 20 طن بير متر سكوير كومبريشن وانا اخترت احطه اف واي، حطيت الكيو بي في اتجاه الاكس فوق زيها زي الثمانية تحت عكسها، وحطيت الكيو واي بيلف عكس والاربعة قد بعض، الكيو اكس بتاعت النقطة بي بيساوي ناقص الكيو واي بتاع النقطة بي. الفكرة بقى ان انا جبت نقطة بي واحد وبي اتنين، كل الكلام ده مش عايز ازود فيه علشان مش عايز اشتت تفكيركم. حاجة اخيرة هقولها وهقفل، دي المسألة الوحيدة التاريخية، يعني أنا وعيت على الدنيا جات لي في الشيت، ودايما بنحطها في كل الأصعب. ليه؟ ما هو طبيعي أن الطالب يسأل الله، طب أنت جبت لي FX و FY مع أنك أنت بتقول لي أن N و MX و MY بيعملوا الفاية واحدة، والQX والQY بيعملوا والM torsion بيعملوا Qهاية واحدة، مال حضرتك هتجيب لي ها ال FX و FY منين؟ دي كيس مشهورة جدا فيها FX و FY. تخيل ان دي انبوبة. انا اتذكر دكتور كمال سعيد بعد مثلا 10 سنين الله يرحمه راح جايبها في امتحان. فالناس سألته قالت له الله هو انت حطيت البريشر منين؟ فراح عامل كده. فراحوا جايين في الامتحان قالوا ايه ده اللي انت رسمه؟ يعني هو بيشرحه في المحاضرة قالوا له حطيت، قال لهم خلاص نعمل فالف. قال يعني الطالب بقى داخل يمتحن فاكر نفسه مهندس، يعني يا عم حل المساله، يعني انت مشكلتك البريشر دخل جوه ازاي؟ طيب ده عباره عن ايه؟ تيوب مقفول انبوبه بوتاجاز جواها بريشر، حلو، بس فالبريشر ده في جميع الاتجاهات، البريشر ده في جميع الاتجاهات، ادي الشغلانه كلها، ادي الشغلانه كلها. اللي عمله كمال سعيد راح مزود ام تورشن في الاطراف، فكمان جاب شير ستريس ديو تو تورشن. دي بالظبط بشبهها ببالونه، تخيل عندي، خلينا في البالونه اللي بتطول، تنفع في البالونه اللي هي بتبقى بيضاويه دي، لكن لا خلينا في البالونه اللي بتطول، لو رسمت عليها مربع متساوي الاضلاع وانت بتنفخ ايه اللي هيحصل؟ طولها بيزيد وقطرها بيزيد، المربع ده هيتحول لمستطيل، بتزيد في الاتجاه ده وبتزيد في الاتجاه ده. طب هي بتزيد في الاتجاه الطولي ليه؟ لان البريشر اليمين والشمال بيزقوها لبر، يعني انا كده عندي فيه تنشن. طب البريشر بيساوي ايه؟ عشان احول بريشر فورس بضرب دايما في الاريا اوف بروجكشن، الاريا اوف بروجكشن دايره يمين ودايره شمال يا جماعه، ف
فالبريشر اللي بيخبط ده يمين وشمال لو ضربته في مساحه الدايره الداخليه هيديني التنشن. طب لو انا قطعت كده سيكشن واحد واحد هقسم النورمال فورس على الاريا، ادي الاف اكس. الاف واي هو اللي صعب شويه، ليه؟ لان البالونه عايزه تكبر قطريا كده صح؟ فاحنا هنا جينا قطعنا بالعرض. يعني اول سيكشن انا حسبته على اساس ان عندي تنشن ما عنديش ام اكس وام واي. تنشن ده جبته ازاي؟ ضربت في مساحه الدايره الداخليه. بس احنا بناخد دايما في شغلنا هنا الار الاوتر بتساوي الار الانر بتساوي الار مين. خلاص يعني بشتغل على الار مين دايما. بس عشان الطلبه ساعات بتعصلك معايا فرحت قلت لهم عايز تشتغل بالار مين اشتغل، عايز تشتغل ان ار هي الار وخلاص ماشي بقى ما عنديش مشكله. ولا خارجي ولا داخلي، هي ار مين هي الار دايما. وده الصح على فكره. الاتجاه الثاني هو اللي سخيف شويه، ان انا هقطع ازاي؟ هقطع، بصوا قطعت ازاي؟ قطعت كده. يعني شقيت البالونه بالعرض، شقيت الاسطوانه بالعرض، انا دلوقتي بتكلم على ده كده اهو، انا عايز اجيب البريشر ده، الهواء بيخبط هنا بالعرض اهو اللي هو ده وده، بيخبط فين؟ لو انا قسمت البالونه كده كده وبيخبط كده، قسمت الاسطوانه بيخبط كده، طب البريشر ده قد ايه؟ دايما بضرب في الاريا بروجيكشن، البروجيكشن بتاع ده ايه؟ مستطيل، عرضه اللي انا واخده في الارتفاع. جبت الفورس قسمت نصها فوق ونصها تحت وحسبت الاستريس. ده استريس في اتجاه تاني، واحد بيطول البالونه ده الاف اكس، واحد بيزود قطر البالونه اهو اتجاه تاني خالص، واحد بيطول كده واحد بيزود كده اهو هنا اهو، يبقى ده واحد اف اكس وواحد اف واي. مش على فكره مش فارقه مين الاف اكس ومين الاف واي، مش فارقه خالص. فضربت في المساحه اللي بتقابله اللي هي المساحه دي اللي انا بهشرها، انا خدت حته طولها ال وخلاص اوكي، جبت الفورس قسمتها نصها فوق ونصها تحت. طب الاستريس ده اريا اللي هي مين؟ التخانه دي والتخانه دي، فقسمت على 2 التي في ال. طبعا انا خدت حته طول ال ليه؟ لان ال هتروح مع ال. جبت الطلبه لما كان الكورس ده يبقى متوقع الطالب انها ممكن تجي له في الامتحان، كان المعيدين والله بيحفظوا الطلبه، يقول له اف اكس بتساوي البريشر في الار على 2 تي، والاف واي بيساوي البريشر في الار على تي. احفظها يا باشمهندس، جت منين مالكش دعوه. فالطالب يخش في الامتحان يرزعهم على طول. جه كمال سعيد بقى راح مغلس الله يرحمه، راح حاطط ام تورشن. كل اللي كان يزيد في المساله ايه؟ انك هتحسب الشير السيزيتو تورشن اللي هو ام تي على اي بولر في الار. هو مدي لك الام تي ب 6 متر طن، هتقسم على الاي بولر اللي هي بار ارتك عيب في التي، بار ارتك عيب في التي هضرب في 2 عشان ده الاي بولر، وفي الار بس خلاص خلص. جبت الكيوب كام؟ هروح واخد نقطه حاطط عليها الاف اكس الاف واي وشيل السيزيوتو تورشن، اي اتجاهات تعجب حضرتك، بس خد بالك الاف اكس والاف واي الاثنين تنشن. وخلاص اشتغل بقى واحد واثنين وثلاثه. ودي كانت بتيجي مساله منفصله. انا مره وحيده في حياتي وانا دكتور، انا دكتور من سنه 99، من 99 لغايه دلوقتي انا جبتها مره واحده بس المساله دي. وسنتها انا كنت بشرح المساله نص الدفعه خرج وساب. فقلت لهم انا هجيب مساله من اخر محاضره، واخر محاضره كنت شارح المساله دي بس وجبتها زي ما هي. اللي سمع كلامي حلها، اللي ما سمعش كلامي ضرب راسه في الحيط. ليه؟ قلت لهم هجيب مساله من اخر محاضره، اخر محاضره كان فيها دي بس. يبقى العقل ايه؟ اللي مش دريان بقى دكتور بهاء بيقول ايه في المحاضرات وخلافه. وبعدين جبتها مره واحده بس، كان نوع من ان انا بقول للناس عيب ان انتوا تسيبوني وتخرجوا، ولا وقلت لكم هجيبها. حتى لو عايز تحفظها احفظها، وجبتها زي ما هي بالارقام. عشان بس ما حدش يقول ان انا مفتري ولا حاجه. فالقصه كده بمنتهى البساطه عشان نبقى في الصوره سوا. خلاص احنا اتفقنا ان احنا هنجيب مساله اللي هي نقطه وحيده، مش كده؟ خلاص. ادي كل الشغل، انا هجيب مساله دايركتلي كده. خلاص. الارقام هتختلف، لكن الشكل هو هو، الحل هو هو، وفي الاخر مطلوب حضرتك انك ترسم الرسمه الاساسيه دي. دي عندي، يعني انا لو حطيت على المساله أربع درجات هيبقى الرسمة عليها ثلاثة والحسابات واحد. عشان الرسمة دي هي اللي هتعرفني أنت فاهم أنت بتهبب إيه ولا مش حضرتك لو ما حطيتش يونتس هتنقص. مفيش أرقام أي رقم يتحط اليونت بتاعه جنبه. أه أنت ممكن تقول لي أنا بحسب خمس ست قيم شير ستريس أو خمس ست قيم شير فلو، أنا حطيت طن بير سنتيمتر سكوير على أول واحدة أو كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير على أول واحدة، مش لازم أحط على كله. هقول لك أه موافق.
انما ما ينفعش ابقى انا رازع شير فلو ومش كاتب جنبه وحدته ايه. ها لسبب بسيط جدا، الشير فلو في طلبه بتحط جنبه طن بير سنتيمتر سكوير، غلط. في طلبه بتحط جنبه طن، غلط. في طلبه بتحط طن بير سنتيمتر تكعيب، غلط. في طالب مش حاطط جنبه حاجه، الله، يعني الطالب اللي كتب غلط انقصه واللي ما كتبش يعدي كده؟ لا ما ينفعش. يبقى لازم كل رقم جنبه اليونت بتاعته، اكس انترسبت جنبه يونت ايه، سنتيمتر ولا متر، عشان وانت بتعوض في معادله النورمال ستريس هل كله بالمتر والسنتيمتر، هل كله انا اسف بالطن والسنتيمتر، ولا كله بالكيلوغرام والسنتيمتر، ولا كله بالطن والمتر، هل محتاج احول ولا مش محتاج احول. مفيش رقم يتكتب جنبوش الوحده بتاعته. انا بقى كبهاء لا ما بكتبش رقم من غير واحد. بص اهو بير سنتيمتر سكوير، بير سنتيمتر سكوير، كيلوغرام، كيلوغرام، كل رقم بكتبه جنب وحدته. انا على السبوره، انا في محاضره، انا بحل ورقه لنفسي، انا الوحدات دايما بتتحط حلقه في ودنك حتى اخر العمر. تاخد بالك من اليونتس، تاخد بالك من الاشارات، ساينز اند يونتس، دول بيودوا مهندسين كبار في ده. لو في اي سؤال سريع ما عنديش مانع، يا ريت ما يبقاش خلاص انا قلت ايه اللي جاي، فمش عايز بقى الناس اللي بتاكد عليا يعني انت هتجيب كذا، انا قلت خلاص بقى ارجع تاني شغل الفيديو. في اي سؤال مباشر؟ معلش انا كلمت بس على الجزء اللي قبل الميد. اللي ايه؟ الجزء اللي قبل الميد يعني هنذاكر منه، هنذاكر له كله طيب ولا انا مش انا قلت الامتحان جاي في ايه؟ وانا مش قلت؟ انا مسألة من اسايمنت 2 ومسألة من اسايمنت 3 ومسألة مسألتين من اسايمنت 4 وواحدة من اسايمنت 5 وحددتهم. مش عارف ادخل بس في الاول. طيب شفتي بقى ازاي؟ يبقى احنا بقى وهي دي بقى القصة بتاعتنا بقى الازلية. طب ما المحاضرة بتنزل متسجلة. لو كنتش عارف ادخل من الاول دي للأسف انا مت خلاص. يعني انا مش هتعاطف معاكي. لانه هو الناس بتحضر اصلا؟ ما حدش بيحضر. يجي واحد يقول لي اصل النت كانت قطعة. ماشي بيحضر لي 200 واحد. ويخش واحد يقول لي النت كانت قطعة، هقول صح فعلا الله يكون في عونك يا حبيبي. انما انا اساسا بيحضر لي حاجه و30 حاجه و20 واحد، لما اكتر محاضره حضرها الطلبه كانت 43 طالب من 275، الباقيين كلهم النت عندها مشكله. انا خلاص انا مش متعاطف مع اي طالب على فكره، انما اتمنى الناس المنتظمه اللي بتحضر، وعلى فكره شاركت مع المعيدين اللي بيحضروا محاضراتهم اللي بيحضروا سكاشن بانتظام، هم نفس الطلب، وهم اللي احنا بيبقى دايما عندنا امل ان هم يجيبوا ايه وايه بلاس كمان، لان دي الناس اللي انا كير عشانها والناس اللي حابب ان هم يبقوا كويسين. ما اقدرش اساعدها لان الفاينل بعلم من غير ما اعرف الاسماء، ما عنديش اسم الطالب. الاستراكشر مش حاجه عندنا اسمها ترم اول وترم تاني وميد ترم وقبل الميد، واسمه ميد ترم ما اسموش ميد. الله يرضى عليك، الاختصارات بقت مبوظه الكلام اساسا. ميد ترم اكزام مش ميد، عشان انا كده ما فهمتش لما قلتي لي الميد، انا مش فاهم ايه الميد ده، فلما انت قلتي لي بقى تاني بصوت عالي يعني فهمت. انا قلت مش عايز سؤال له علاقه بالامتحان، انا عايز سؤال في اللي انا قلته، في اي حاجه في اللي انا قلتها فيها مشاكل؟ اخر ثلاث مسائل انا قلت فكرته، اللي عايز بعد كده اتبحر فيهم عندكم الكلام موجود. انا بكره هدخل، عايزيني ادخل، انا هدخل هدخل اوكي خلاص هدخل. واللي الطالب عايزه قولي لي دكتور بعد فكرته. هو عندنا بكره، عندنا بكره عملي في نفس المعيد. ماشي ماشي خلاص، يبقى مش هينفع بكره المحاضره برضو هخش. اللي عايز يخش يسال يسال، إذا ما كانش تاني لو عايزيني هحط لكم امتحان على السيستم بتاع الترم. بس خليني أكمل الجملة، هحط امتحان على الموديل، على الموديل على ال ام اس، هو الموديل البرنامج الأصلي يعني الليرنينج مانجمنت سيستم، هحط لكم امتحان الترم اللي فات بحله عشان تقدروا تحلوه، وما عنديش أي مانع إن أنا أخش يوم 5 بالليل أرد على الأسئلة أو 6، بس مش هرد على أسئلة تاني من نوعية إيه اللي جاي في الامتحان وإيه اللي مش جاي، وأذاكر إيه وما أذاكرش. طب احنا ممكن نأجل المحاضرة لل...
اللي حل شيت اللي حل شيت هيعمل ريفرش بتحل مساله من كل شيت خلصت خلاص. الاستراكشر ما بيتذاكرش. لو انتم مذاكرين استراكشر يبقى انتم ما تفهموش يعني ايه استراكشر. استراكشر يعني حل بالايد. كل ما تحل اكتر كل ما هتفهم اكتر. ديزاين يعني حل بالايد. كل ما تحل اكتر كل ما هتفهم اكتر. اللي يزيد في الديزاين انك بتحل وترسم لوحه كمان. لو بتذاكر نظري وما بترسمش لوحه في البيت هتخش امتحان مش هتعرف ترسم اللوحه في الامتحان في الوقت المحدد. اتفضل. اللي كان بيسال انا طيب في اخر اكزامبل خالص انا خدت الريزوليوشن بتاع الكيو بي ليفت اب ليفت وكيو بي رايت عشان انا عندي فيه 2 شيرز على الاكس وعلى الواي صح. لما في اللي قبله انا كان عندي شير واحد على الـ على الواي بس فانا ما اشتغلتش ريزوليوشن لحاجه. هو سميشن يعني ماشي مش ريزوليوشن بس ماشي اصلا تمام فاهم قصدك. يعني انت عملت ريزلتنت مش ريزوليوشن. تمام مظبوط العكس عكس ريزوليوشن صح. ايوه ماشي انا معاك بس عشان ما انتهش من بعض انا فاهم انت تقصد ايه بس تمام. لازم بس اه يا فندم صح كلامك 100%. ولو في شير سيزو تورشن كنت هجمع الثلاثه على بعض. فاكر الشير في الريفتس اللي كان عليها تورشن؟ تمام خدنا حللنا كله في اتجاه الاكس وحللنا كله في اتجاه الواي وخدنا الديوتو تورشن حللناه افقي وراسي كمان مش كده وجمعنا كله تحت الجذر جذر اكس سكوير زائد واي سكوير ستاتكس بيور ستاتكس. كلامك صح 100%. شكرا. طيب خلاص هنقفل. انا موجود بكره فاتح امتحان عملي. اللي قادر يحضر يحضر مش قادر يحضر ما يحضرش. اللي عنده سؤال اللي ما عندوش سؤال وتحت امركم في اي حاجه. دكتور احنا ممكن نخلي المحاضره في دكتور ممكن جاي. نخلي محاضره بالليل مثلا لو حضرتك ما عندكش وقت. لو حضرتك عندك وقت فاضي ممكن بالليل الساعه كام الوقت اللي حضرتك تبقى فاضي فيه مثلا 6 7 اي حاجه في الوقت ده. انا عايزكم تكونوا روحتوا من الكليه بعد العملي. العملي اخر الساعه 12 تقريبا. طيب ماشي اوكي برضو 6 ده مناسب ليكوا انسب يعني كل الناس كلها روحت. عم اظن اه الناس كلها تروح 6 يعني على بركه عينيا الساعه 6 خلاص ديل دن. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك فيكم ويوفقكم. خلاص اشوفكم بكره على خير. سلام عليكم. باي باي. باي باي دكتور.